صغيرة كنت عندي حلم اني العب باليه على الارض. بتفرج مرة على يوتيوب وكده لقيت بقى فيديوز قديمة للفري ستايل، فحسيت ان ده قريب قوي من الحلم بتاعي، ويمكن انا مكتوب لي ان انا احقق ده في السماء مش في الارض. شابة مصرية جذبت إليها الأنظار مؤخراً، ندى عطية ابنة 24 عاماً، لم تؤدي قفزة حرة فوق السحاب فحسب، وإنما كانت أول فتاة تعرض مهارتها في الباليه جواً. فخر ليا إن أنا أكون أول عربية وأول بنت مصرية تبدأ تشارك في عالمياً في كاتيجوري أو في لعبة معينة. السكايدايفنج اللي هو القفز الحر مختلف عن الباراشوتنج اللي موجود في مصر، كانت بيستخدموها زمان في الحرب وحاجات كده، فهي كانت بدأوا الناس يعملوها كهواية، بس هي تطورت عالميا، تطورت وبدأت حاجة اسمها سكاي دايفنج. ده كان في دبي، أنا كنت عايشة في دبي، وفي مدرسة قفز اللي بيبدأوا اللعبة. بدأنا بحاجة اسمها تماسك رباعي، نقفز من طيارة من على ارتفاعات عالية، زي يعني بتبدأ من فوق مثلاً 12,000 قدم، وبنعمل تماسك بين 4 أشخاص، عشان كده اسمه تماسك رباعي. بنعمل أشكال كده معينة لمدة 45 ثانية لحد لما نفتح الباراشوت وننزل كلنا على الأرض. أحلى حاجة فيه بقى هي وقت الفري فول بقى. بخاف جداً من الملاهي، فكون إن أنا فجأة أبقى واحدة بخفز من الطيارات كل يوم، دي كانت تحول كبير في حياتي. فهو بقى ده كان بداية بقى اللي هو إيه، كومبايننج بقى الحلم القديم بتاع الباليه وبقى السكاي دايفنج. في حلم تاني برضو عند أي بنت، إنها تلاقي الشخص اللي يشاركها بقى هوايتها ورياضتها وحياتها. ليس غريبا على أصحاب هذه الرياضة أن تسمو روحهم فوق السماء أيضا، وتكتب لنا قصة حب من أجمل القصص حبا. كنا في كينيا، إيفنت كبير، وكان الإيفنت ده فيه ناس من العالم كله، حوالي 400 شخص، وكنت نازلة على آيلاند بعمل لاندنج. أنا لقيت الشخص ده الحمد لله، ولقيته كاتب على الآيلاند Will you marry me ومستنيني بالرينج. وهي نزلت واتفاجئت بالبروبوزل والحمد لله وافقت. كانت لحظة فظيعة، يعني كنتش عارفة أعمل أي رياكشن من كتر الخضة، بس لا كانت لحظة حلوة قوي. أنا مبسوط جدا إني اتعرفت على ندى، وأنا فخور جدا بيها إن هي بطلة، وإن شاء الله تمثل اسم مصر. حلم وبيتحقق فعلا، وما كنتش متخيلة إن ألاقي الشخص اللي يشاركني هواياتي كلها وكده. نفسي نفتح مدرسة هنا وابقى بارت في المدرسة دي، وأعلم كل حاجة اتعلمتها، لأن الواحد لازم يشير الاكسبيرينس بتاعته. فنفسي مصر تبدأ تشارك بفريق، لأن في بطولات كبيرة زي الورلد كاب وورلد تشامبيونشيبس احنا عمرنا ما سمعنا عنها، بس وبتحصل كل سنة. يعني ما كانش جه فجأة كده، كنا أنا وصاحبي كنا قاعدين ما فيش أي شغل، فجالنا واحد صاحبي ومعاه العدة ومعاه الحاجة اللي بيعمل بيها الغزل البنات ده والحلبسة، فكلمناه وكده. الموضوع كان في الأول بهزار، بعد كده خدنا الحاجة وطلعنا اشتغلنا والحمد لله. يعني مش محدش الرزق ما بيجيش للباب، أنت اسعى هتسعى هتلاقي ربنا بيديلك. الفكرة عندي مش فكرة مثلا موضوع متمركز على حاجة واحدة بس، انا الفكره عندي كانت جايه لكذا حاجه، بس اتصادف اللي انا زي صورت بصور الحلبسه وكده ونزلتها على السوشيال، جاب التفاعل جامد والناس اتفاعلت معايا، في بقى بانتقادات وفي اللي اتفاعل معايا بايجابيات وفي اللي شجعني على حاجه زي كده. بالنسبه للناس اللي في اسماعيليه كان الموضوع بالنسبه لهم صعب، ان حد مثلا ايه لسه شاب او لسه مثلا حد مبتدئ ان هو ينزل يبيع ورد او يبيع فل على الاشارات او يبيع حلبسه او ايا كان، بيع متجول في اي حاجه.
حاولنا نغير المفهوم دوت للناس كلها الفترة اللي فاتت. الحمد لله ربنا كرمنا وكان عندنا حلم وكان عندنا حاجة نازلين نحققها، ما كناش حد نازل اللي هو يشتغل. هي فكرة كويسة جدا، انا مبسوطة منهم، من الشباب اللي بيدور على الشغل ده. في شباب تاني قاعد مستني بابا يديله مصروف وماما وبيمشي حاجة في حياته، فالشغل مش عيب. انا مبسوطة جدا من الشباب اللي نزل وبيجاهد علشان يلاقي حاجة في مستقبله يبني حياته. شفت بعض من الناس بيشجعوهم على الموضوع ده، وموضوع برضو الناس كتير جدا اتكلمت عليه. كنا بننزل برضو بلبس اللي واقف على الإشارة مثلا، ده مش لبس واحد نازل يشحد، ده لبس واحد ننزل بالقميص الأبيض كلنا، كل واحد فينا الفريق بتاعنا لابس القميص الأبيض والجزمة والبنطلون الأسود ونازلين نشتغل. يعني احنا كنا نازلين نبيع، احنا نازلين نشتغل، مش نازلين ان احنا ناخد حاجة من حد لله، احنا نازلين نعمل نفسنا بنفسنا. انا يوم الصبح بقى افتح كشك ويعني بسعى برضو عشان ربنا يكرمني ازوق عربية ازوق عربيتين. انا بطلع من هنا الساعة مثلا الساعة 7 بالليل، الساعة مثلا الساعة 8 بالليل، اجي مثلا 12، اجي 1، اجي 2. انت مين؟ كان تعيش وتعاش. اصطر نفسك اصطر نفسك. حاضر. بيت زلومتك يالا. اضرب اضرب كمان، عايز اتوب. انا مش تبع حد، انا رئيس جمهورية نفسي. سمعت عن القطر اللي الناس بتركبه تشتغل، تركب قطر الشغل يا دوب تعمل لك قرشين، طلع قطر الجواز فاتك وهوب قطر العمر يتقلب بيك في عينيك. محمد شرف هو فنان كوميديان ترك بصمة فريدة في نفوسنا وفي مجال الفن. غاب عن عالمنا ولكنه لن يغيب عن قلوبنا. طب ما احنا كده هنبات في الشارع يا عماد ولا ايه؟ انا هنبات في الشارع وبيت اختك موجود. ارادت سارة بنت الاسكندرية ان تحيا صورته في ارجاء المدينة، ورسمت له صورة على جدران الاسكندرية تكريما له وتعبيرا عن حب الناس له. نزلت الساعة 9 الصبح، خلصتها على 5 المغرب، بس خدت مني 8 ساعات. قررت بقى ان انا اكرمه بطريقتي، يعني بما ان هو يعني كان حد كويس وفرحنا كتير. يعني الإفيهات بتاعته حتى وانا برسم الجدارية كان الناس بتعدي تقول واحد مصري هيشجع ايه نيجيريا. فنان ممتاز وكويس جدا، وهي الصورة جميلة جدا ومعبرة، بس اللي يقرب منها ويقف قدامها كتير فعلا هيفهم الصورة بتعبر عن ايه. فنان من اسكندرية، وكثيرا ما اضحك وابكى المشاهد المصري عامة. فنان مسرحي جميل كوميدي، عجبني جدا انها خلدت اسمه وهو من ابناء اسكندرية. هؤلاء شباب سعون وراء العمل الحلال، وجدوا كل ما هو ميسر لهم بعد أن قامت الدولة بتيسير العربات المتنقلة لهم من خلال قرعة أجرتها. أنت عرفت إزاي أن في عربيات المحافظة مقدمة؟ والله كان الإعلان نزل على الموقع المحافظة، وكان حد من زمايلي بلغني بيه بما أنه عارف أن أنا مجالي كريب ووافل، فقال لي أحمد قدم كده وشوف ورقك إيه نظامه. وقدمت الورق، وكان في ورق كان ناقص وكده، كملت ورقي وبدأت بقى أمشي في الإجراءات. الكلام ده مش على كذا مرحلة، وبعد كده دكتور إسلام بلغنا بالحضور في المحافظة وتسليم الورق. أنا اشتغلت في كل حاجة، بس بالنسبة لنا أنا أول ما شفت الإعلان على النت
فساعد فيه وقدمت والورق المطلوب وكده تمام. فجم بعد كده رنوا عليا قالوا لي انت ايه هتيجي عشان خاطر تستلم العربيه؟ فلقيت ان هي حاجه كويسه، فانا قلت ان انا ايه مثلا جنبي مثلا شغلي لو حتى ساعتين ان انا برضو ازود دخلي فيه، فدي برضو انا شايف ان هي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. انا مره عملت شغلي من جوه البيت وكنت ببيع المحلات، بس جه عليا وقت ما كنتش عارفه اكمل، فبالنسبه لي العربيه دي فرصه كبيره ان انا استمر وانوع. حضرتك ناويه تعملي العربيه؟ انا واخده عربيه كريب ووافل، بس ان شاء الله بعمل حلويات تانية جنبها. هنا مسهلين لك كل حاجه، يعني ما فيش اي ضرر ولا اي مسؤوليه ولا اي حاجه، مش محسسنا باي حاجه. هي حاجه كويسه لان هي بتوفر لي دخل كويس ان هو يساعدني في المعيشه، ان انا لو اتجوز اجيب شقه الكلام ده كله، يعني احلى من شغل المحلات بكتير. جاءت تلك المبادره بالتنسيق مع احدى الجمعيات الخيريه تحت اشراف محافظ القليوبيه، وتم توزيع العربات المتنقله على الشباب. هو كان سيادة محافظ تواصل مع أحد الجمعيات الخيرية ووفروا 20 عربية وقالوا إن إحنا عايزين ننزلهم للشباب. سيادة محافظ كلفنا إن إحنا نعمل الإعلان، وعملنا إعلان وحطينا فيه شروط موصلة للشباب بحيث إن الإعلان يوصل لأكبر قدر من الشباب، ونزلناه بالفعل وشباب جه قدم، وبعد ما جم قدموا عملنا لجنة. اللجنة المفروض إن هي نزلت إن هي فضلت بين الناس اللي كانت متقدمة، اللي كان ناقص ورقه وكملناه، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نوصل ل 20 مستفيد، ل 20 مستحقين. سياده المحافظ سلمهم بنفسه في احتفاليه كانت كويسه جدا هنا في المحافظه. والله بنشجع الناس كلها ان هي طبعا يسيبوا مناعه القهاوي ديت ويدور على شغل، في فرص كتير عمل موجوده. وبنشكر طبعا سياده المحافظ محمود عبد الحميد عشماوي. لو اي شاب عمل مشروع كده يعني ما فيش احسن حد يقعد خالص، وكل الشباب كلها هتفكر انها تشتغل اي مشروع ان شاء الله اي حاجه، المهم هو مشروع يشتغلوا فيه ويكسبوا الحمد لله. النهارده القياده السياسيه كلها مهتمه بالشباب، مهتمه بتوفير فرص العمل، فابدا من دلوقتي يعني ما تستصغرش مشروعك، المشروع ده هيبقى صغير هيبقى كبير، ما تطورش على فرصه كبيره من اول ما تبدا. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. هنتابع معاكم قضايا وموضوعات مختلفة في كل محافظات مصر، وحنناقش معاكم أيضا قضية متعلقة بما أثير عن إهانة الرموز التاريخية. في قانون عدد كبير من أعضاء مجلس النواب أعلنوا أنه هيتم الإسراع في مناقشته خلال الأيام القادمة، على اعتبار أن في حالة من الإسراف الشديد في إهانة بعض الرموز التاريخية. هل ده يعد قيدا على حرية البحث والفكر والإبداع، على اعتبار أن الشخصيات التاريخية كلها بتقبل للمحاكمة، لها ما لها وعليها ما لها، فيها سلبيات ولها إيجابيات، وبالتالي هنا يمكن أن تخضع للتقييم ما بين السلبيات والإيجابيات. هل ده يعد إهانة؟ وإيه هي الإهانة؟ إيه حدود الإهانة؟ وإيه الفارق بين الإهانة والنقد الطبيعي؟ هتحدده إزاي؟ ومين هي الرموز التاريخية؟ ما البعض ممكن يقولك إنه ده لا يعد رمزا أو ده يعد رمزا، يعني هيبقى فيه خلافات أولا على معيار الإهانة، اللي هو الإهانة حدودها فين؟ وكيف يمكن أن تختلف مع النقد. وده طبعا جاء بعد في سلسلة من الهجوم على شخصيات تاريخية
سواء بدءا من صلاح الدين الايوبي وانتهاء باحمد عرابي وما بينهما. يعني هنا المناقشه طبعا مناقشه مش متعلقه بس بالتاريخ ولا متعلقه بالثقافه والفكر، لا ده هي متعلقه كمان بحياتنا كلها، لانه حياتنا كلها بتخضع دايما للتقييم، وكل حتى مرحله تاريخيه هتلاقوا دايما بعد عده سنوات ممكن تكون ما انت شايف وقتها، لكن بعد عدة سنوات يعاد دائما التقييم المختلف. كل ده هنناقشه معاكم بعد قليل. تعالوا نبدأ بالمشهد اللي هنشوفه على الشاشة دلوقتي، وده متعلق بمأذون وعنده طريقة مختلفة شوية في التعامل مع الأفراح. ده أثار جدلا شديدا. البعض ممكن يقولك والله ده يعني أسلوب ليس تقليديا وكويس ان الناس تبقى كده يعني، والبعض التاني ممكن يقول انه لا ده ينتهك القواعد المتعلقة بالمأذونية. هل في قواعد معينة مش من حق الناس انها يمكن ان تعبر عن الفرحة باشكال مختلفة طالما انها بتلتزم بالقواعد الاساسية؟ نشوف الفيديو ونسمع تعليقه بعدها. لا، وان امرها ايه؟ قطعته؟ ابشر. ايه العيد خلص خلاص. وان امرها ايه؟ قطعته ولا اطاعته؟ قطعته. ايوه كده قطعته، ابشر برضو. وان غبت عنها حفظته. حفظته في ماله وفي عرضه. وان اقسم عليها ايه بقى؟ أبرته، يعني لو حلف عليك يمين طالما ما فيهوش أي حرمانية لله سبحانه وتعالى لابد وأن تطيعي هذا الأمر، ما تقعيش يمينه على الأرض، معنى أبرته. أنت موافقة على الجواز؟ أكيد. شور؟ شور ولا بخور؟ شور. شور. طب جوزك اسمه إيه؟ محمد. وبنرد عليه بنقول له إيه؟ عبد الله. عبد الله. وفي لو في رواية أخرى؟ بيبي. بيبي. احلى بيبي في الدنيا. طب يلا قولي له عايز اتجوزك يا بيبي، عايز اتجوزك يا بيبي. ده أسلوب البعض يعني ممكن يقول والله ده يعني أسلوب هي فرحة، لكن بعض المأذونين ممكن يقول دي مش القواعد اللي ممكن يبقى فيها التهكم والضحك بهذا الشكل. خلينا أسأل الشيخ خالد خليفة المأذون الشرعي بالأسكندرية. شيخ خالد أهلا بيك. أهلا أستاذ وائل. أهلا بك شيخ خالد. أنا هنا لقيت في تعليقات وحتى في بعض المأذونين يعني شايفين أنه ده يتنافى مع القواعد المتعلقة بمراسم الزواج، يعني ليه بتعمل هذا الأسلوب أو اتخذت هذا القالب يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ وائل حضرتك، إحنا رايحين نفرح الناس في فرح، فما فيش مانع يبقى فيه بسمة. البسمة دي ما بننتهكش فيها حرمات الله سبحانه وتعالى. لو حضرتك شفت الفيديو الأغاية الآخر بنقول الصيغة الشرعية للعقد وكل حاجة. يعني الزواج إن شاء الله صحيح وكل حاجة خير بإذن الله. يعني أنت بتقول الصيغة الشرعية صحيحة، لكن المداعبات دي طبعاً المداعبات يعني من حقي وهي لا تنتهك الصيغه الاساسيه. طبعا يعني حضرتك شايفني ان انا انتهكت اي حرمه؟ هو الاسلوب ليس تقليديا بس يا شيخ خالد، يعني البعض ممكن يقول يعني فكره المداعبات والسخريه بهذا الشكل. لا انا ما سخرتش من حد. المداعبه والكوميديا يعني. نعم، انما ما فيش سخريه من حد، ما فيش اهانه لحد. يعني بما يرضي الله زي ما بيقول. طيب خليك معايا انا هسمع في
الأستاذ محمد عبد الله العريس، وهنشوف كمان يا جماعة المأذونين المعترضين إيه سبب اعتراضهم، يعني إيه السبب في إنه هل في قالب محدد يعني، ولا دي كلها طقوس تقبل لإنه يبقى في حالة من الود، يعني حالة ودية بهذا الشكل. أستاذ محمد عبد الله العريس أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا زوين. أهلا بيك، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا رب. قول لي انت خدت ده انه 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 عادي وانها يعني مداعبه تطفي الفرحه يعني؟ لا اكيد طبعا، انا اصلا يعني بدايه معرفتي بالشيخ خالد انا شفت له فيديو برضو كان فيه مداعبه كده ظريفه، يعني هو كان خفيف الظل ما شاء الله يعني، وده اللي خلانا نكلمه وخلانا يعني نصر ان هو اللي يعقد القرعه. يعني انت عارف انه اسلوبه كده يعني؟ ايوه طبعا، انا شفت له فيديو برضو قبل كده بس ما كانش منتشر انتشار زي اللي منتشر دلوقتي، فيعني كان موضوع ظريف بالعكس يعني، هو بدا الموضوع احنا بنبقى يعني في الفتره ديت تنشن شويه، الموضوع صعب شويه غريب شويه، بالعكس بدا الموضوع بكوميديا بضحك خلانا بالعكس نطلع من المود التنشن دوت، هزر شويه وكمل بعد كده صيغه عائد القران، الصيغه كامله لو حابين الفيديوهات من الفيديو كامل موجود، الفيديو يعني شامل الصيغه الشرعيه كمان، فيعني هو ما يعني ما شالش جزء وقال جزء تاني، بالعكس هو فك في الموضوع في الاول وهزر معانا وكل حاجه وكمل الصيغه الشرعيه وقال كل اللي بيتقال، بس هو كان بي يعني بيلطف الجو شويه. طيب خلينا اسال العروس كده استاذه رانيا. استاذه رانيا الف مبروك. بارك في حضرتك. ما انت شايفه ده اسلوب حبيتيه يعني انه يبقى في باجه، لان في بعض المأذونين معترضين، هنحاول نشوف حد منهم دلوقتي. معترضين على فكره المداعبه يعني والسخريه بهذا الشكل. هو طبيعي الواحده بتبقى يعني مكسوفه ومتوتره، وبالعكس الشيخ خالد يعني خلانا مش متوترين خالص، يعني شايفه ان الاسلوب كان يعني ظريف ولطيف وجديد، وحتى انا في الاول كنت مكسوفه وكنت اللي هو يعني انا مش فاهمه برضو الاول ايه اللي بيحصل، بس هو بصراحه يعني اسلوبه كان خفيف يعني، فانا شايفه انه لا بالعكس يعني هو بيحلي حتى بيخلي الواحد يعني قاعد، وهم كل الناس اللي كانوا موجودين كانوا مبسوطين، كل الناس اللي كانت موجوده في كتب الكتاب كانوا مبسوطين، فانا شايفه انه لا اسلوب يعني كويس. طيب خلينا نسال بقى الشيخ اسلام عامر نقيب المأذونين. شيخ اسلام اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ وائل؟ انتوا ايه تحفظاتكم على ايه في المأذون يلجا للمداعبه بهذا الشكل؟ لا والله هو مش تحفظات، هو يعني المداعبه تبقى في حدود او في اطار الـ الشكل العام للمأذون، بس مش اكتر من كده يعني، تبقى فكاهه خفيفه، وخاصه ان انا مقيم لشرع الله، بس مش اكتر من كده. اما الاوفر بتبقى يعني ايه الى حد ما كلنا بنضحك، لان المأذون بيبقى بطبيعته او بطبيعه الحال اثناء عقد الزواج بيبقى جلسه بهجه وفرح وسرور، بتحتاج المداعبات الخفيفه القفشات الخفيفه، ما تبقاش اوفر ازيد من اللزوم، مع الاحتفاظ بالالقاب والالفاظ اللي تليق بالمأذون الشرعي، بس مش اكتر. انت شايف انه هو يعني زودها شويتين يعني، بس مش اكتر، انما المداعب ما هو لازم يعني، اما كانش في حاجه فكاهه ما تحسش بانك في كتب كتاب، ما تبقاش او في بهجه وسرور، المأذون داخل فرح مش داخل عزاء، فيبقى الضحك طبعا والتاريخ. يعني هنا اطفاء البهجه والفرحه ده طبيعي يعني تقليدي يعني. بس اما يعني ما تبقاش ازيد من اللزوم، يعني تبقى حاجة خفيفة كده، حاجة مسلية، يحسوا بإن في مأذون بيضحك، مش مكشر، مش قافل قرطه زي ما بيقولوا، لا حاجات خفيفة، مبروك يا عريسنا أول الأفراح، أو مبروك في فرحك، نكتب لأولادك جدعا يعني، الحاجات الخفيفة مش الأوفر أزيد من اللزوم، اما بيبي وبش بيبي والحاجات ديت ما لا تليق، هي لا دي اللي انت شايف انها شيخ خالد هم شايفين بس الكلام بتاع بيبي يعني ده شايف ان هو اقول لك ما فيش مانع من اطفاء البهجه، لكن ما تزودهاش قوي كده، ما تبحبحهاش قوي يعني. قلت بيبي ولا العروسه اللي قالت يا بيبي؟ لا انت اللي قلت. لا العروسه اللي قالت يا بيبي.
بتندع عليه بتقول له يا بيبي. بس انت رديت. طبعا قلت له احلى بيبي في الدنيا. ما هي دي قفشه برضه. طيب بس ده المهم انه انتوا يعني لان البعض طالع يعني بيقول لك ده ينتهك القواعد، قواعد المأذونيه يعني، وينتهك القواعد الشرعيه المتعلقه باقامه الافراح يعني. بعد اذن حضرتك، القواعد الشرعيه لم تنتهك. ليال اللي انتهكت في ايه وانا امتنع خالص عندي. ان القواعد نفسها معمول بها، لكن ان انا بقى استخدم بعض التعبيرات اللي فيها بهجة وفرحة يعني ملهاش علاقة. لا لا لا، احنا بنفرح الناس فعلا وبندخل عليهم البهجة، بس هي جت حتة بيبي ديت العروسة قالت انا بند على عريسي بقول له يا بيبي لا اكثر لا اقل. انا بشكرك الف شكر. بشكركم جميعا، رانيا الف مبروك، ومحمد عبد الله ايضا، والشيخ اسلام. يعني حاجه يعني كده الناس، لانه ما فيش قالب معين، ما فيش قواعد مكتوبه يعني ممكن يتقال انها والله دي القواعد المعمول بها. الناس بقى خدت المداعبات دي وقالت ده لا يليق بالمراسم الشرعيه والقواعد الشرعيه لاقامه الافراح يعني. لا يعني ده القواعد الشرعيه مطبقه، لكن من حقه انه يلجا لبعض المداعبات. تعال نشوف قبل كمان بالتأكيد أزمة محمد صلاح كويس جدا أنه تم حلها بهذا الشكل. ليه؟ لأن حل الأزمة يتم في إطار المصلحة العامة يعني. لو كل جبهة تشبثت بمصالحها هي فقط، وكنا نتمنى أنه ما بقاش في جبهتين يعني. وطبعا في مشاكل عديدة متعلقة باتحاد الكرة احنا اتكلمنا فيها هنا يعني، لكن في أزمة من هذا النوع، لأنها بقى في عندنا وكيل الكابتن محمد صلاح ربما خاطب الاتحاد بشكل يعني فيه بعض الكلمات والصيغ اللي مش مقبولة يعني، ده اللي عمل حالة الغضب الشديد. لكن بالتأكيد كلنا هنبقى مع محمد صلاح الذي يرفع رأسنا جميعا، رؤوسنا جميعا، والناس تتألم لألمه وتفرح لبهجته ولأفراحه ولكل الأهداف التي يسجلها، لأن كمان هي بترفع اسم مصر عاليا. لكن حل الأزمة كالتالي ببساطة شديدة جدا، مطالب محمد صلاح هي مطالب مشروعة، خاصة ما يتعلق بالضغط النفسي والحصار عليه هو شخصيا أكثر وعلى اللاعبين، زي المشهد اللي انتشر ده لو نازل محمد صلاح عشان يلعب لن يستطيع انه يلعب ابدا، اللي هو اللي احنا شايفينه ده، لو نسمعه حتى بالصوت والصوره كده. مو ربنا يكون معاك يا صلاح النهارده، اقسم بالله عارفين ان انت بتعمل مجهود فظيع في الملعب وبره الملعب، في الصور وغير الصور. محمد صلاح وعيني. طيب يبقى يا جماعه واحد، المشهد اللي احنا شفناه ده لأنه نسأل نفسنا، هو هل صلاح متواضع ولا متكبر؟ لا، متواضع، والناس تستطيع أنها تلمس ده جيدا يعني. وبالتالي هو مش هيقول لحد أنا تعبت من الوقفة، وهيبقى في إنهاك جسدي ونفسي. أنتوا عارفين التركيز والصحة البدنية لا يمكن ابدا ان يحاصر اللاعب بهذا الشكل. لكن كمان دايما يقال للشخصيه العامه والشخصيه المشهوره ابتهج يعني، خلي الناس ما تنعزلش عن الناس، وهو الحقيقه محمد صلاح بيعمل ده. لكن لما يكون ده في اثناء البطولات واثناء المباريات، لا ده عبء جسدي ونفسي
رهيب. وهنا حتى المصلحة الوطنية تقتضي انه البعض بقى المطالب المتعلقة بانه يا جماعة يبقى في حراسة ليه؟ علشان احافظ على الحالة النفسية والبدنية للاعب، ما يبقاش فيه انهاك جسدي ونفسي له ولغيره. وعشان كده النهاردة فالكون اعلنت انها بعد موافقة الاتحاد يعني هي مستعدة انها تعمل تخصص حراسة للمنتخب، علشان كمان من المهم وهو صلاح حريص على كده انه ما بقاش في تمييز بين اللاعبين. دي مشكلة، اللي هي المشكلة بالاضافة لبعض المطالب التانية اللي هيبقى فيها اخذ ورد. لكن في النهاية انت محتاج اللي بيتكلم فيه محمد صلاح على انه يكون مرتاحا نفسيا وجسديا وعصبيا، ده مهم انه يبقى مرتاح كده. الجزء الثاني اللي بنتكلم فيه وهو الاسلوب الذي يتحدث به وكيل محمد صلاح، وهي مسألة يعني محلولة، يعني انه هذا الاسلوب لا 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 يكون بهذه اللغة، واعتقد ان محمد صلاح لا يقبلها يعني. وبالتالي هنا الأزمة يمكن أن تنتهي بهذا الشكل، وكويس أنها انتهت لأن محمد صلاح قيمة كبيرة ويجب أن نحافظ عليه. شعبان عبد الرحيم صحيح يعني جاء متأخرا، الشاعر إسلام خليل اللي دايما إسلام زي ما بقول لكم بيتفاعل مع كل القضايا والمشاكل اللي بتنشأ على الساحة واللي بتعبر عن أزماتنا المعيشية والاقتصادية والرياضية كمان والنفسية. شعبان صحيح هوجة الكيكي انتهت، لكن يبدو أنه تأثيراتها ما زالت مستمرة حتى الآن. شعبان عبد الرحيم وإسلام خليل ينتقدان الكيكي بشدة وبطريقتهما الخاصة، يعني اللغة الأسلوب الشعبي البسيط اللي بيصل أو اللي بيعبر عن القضية بشكل بسيط وسريع. كيكي يا كيكي يا كيكي، كيكي يا كيكي يا كيكي، كيكي يا كيكي يا كيكي، دي رقصة كلها عز، وافتح باب عربيتك وانزل في الشارع هز، وافتح باب عربيتك انزل في الشارع هز، انزل في الشارع هز، مكبوتة والهم مليكي والحزن كتير على الوش، خمس دقايق كيكي ترتاحي وتبقي فريش، خمس دقايق كيكي ترتاحي وتبقي فريش، ترتاحي وتبقي فريش، فرحي امك وابيكي وادعي لها كمان وادعي له، ما هو لازم يفرحوا بيكي على كيكي اللي وصلتي له، ما هو لازم يفرحوا بيكي عالكيك اللي وصلتيله، عالكيك اللي وصلتيله، اللي انت واخد عالكيكي عمرك منه ما هتفوق، ابسط وارقص على كيفك وفي وسط الشارع شوق، ابسط وارقص على كيفك وفي وسط الشارع شوق، في وسط الشارع شوق، انا معجب بيك وبيكي انا فرحان بيها وبيك، فعلا ابوك مربيكي وامك عارفه تربيك، طبعا ابوك مربيكي وامك عارفه تربيك، امك عارفه تربيك، انت وهي ارقصوا كيكي واشربوا براشيم وحشيش، وفي ناس محتاجه تبرع عشان تدخل ابو الريتش، في ناس محتاجه تبرع عشان تدخل ابو الريتش، عشان تدخل ابو الريتش، خليك فرحان بشبابها وارقص كيكي يا فنكوش، بقدك كده عجبها رجالة بجد وحوش، بقدك كده عجبها رجالة بجد وحوش، رجالة بجد وحوش، يا بتوع الكيكي اه منكم ايه اللي جرالكم يا هو، الكيكي خلاص جننكم من الرقص اللي رقصتوه، خلاص جننكم من رأس اللي رقصتوه، من رأس اللي رقصتوه، الكيك عمل لك هيبة وخلى وسك شاب، ألفين مبروك على الخيبة جايبالك ميت إعجاب، ألفين مبروك على الخيبة جايبالك ميت إعجاب، جايبالك ميت إعجاب،
مشهور أواب ما بقاش لك أي كرامة والنعمة سادة إسلام ما بقاش لك أي كرامة والنعمة سادة إسلام والنعمة سادة إسلام يا أحمد يا أمان يا مها الكيك كتر كده ليه والرجالة إيه حصل لها وبناتنا جرالهم إيه الرجالة إيه حصل لها وبناتنا جرالهم إيه بناتنا جرالهم إيه ده عشاننا كله فيكي وفيكي أمل العصر ربنا يهدي ويهدي اسلام خليل وشعبان عبد الرحيم عن هوس الكيكي اللي كان انتشر في عدة ايام في مصر. صحيح شعبان جاء متأخرا لكن ده افضل من انه لا يأتي ابدا, يعني هو عبر عن رؤيته يعني هو واسلام خليل لانتشار هذه الظاهرة في المجتمع المصري وباسلوبه البسيط والشعبي. هطلع فاصل, بعد الفاصل قضية إهانة الرموز التاريخية في مشروع قانون في مجلس النواب تم الإعلان عن أن هيتم مناقشته بشكل سريع, وكمان المشروع بيثير جدلا شديدا ما بين مؤيد ومحتج في مخاوف على أنه ده يقضي على قاعدة مهمة جدا وهي محاكمة الشخصيات التاريخية ما لها وما عليها إيجابياتها وسلبياتها التقييم الموضوع, وده كمان يمكن أنه يقضي على حرية الفكر والإبداع والبحث. يعني في ناس بتبحث ويمكن أنها ترى الشخصية بعيون مختلفة, لكن الذين يؤيدون ذلك شايفين أن المسألة تحولت إلى إهانة لتاريخنا وإهانة لرموزنا الوطنية والتاريخية, بحيث أن الأجيال كلها هتبتدي تتشكك يعني في القدوة وفي الرمز وفي تاريخنا. هنناقش ده معاكم, هنشرك المشاهدين معانا بموضوعية شديدة. تعالوا نشوف لماذا يتحمس المتحمسون ولماذا يحتج المعترضون. مشاهدينا نحييكم من جديد. مشروع قانون في مجلس النواب يتعلق بقضية ناقشناها من قبل وهي إهانة الرموز التاريخية والوطنية. مشروع القانون بالتأكيد هنا يؤدي إلى تجريم هذه الإهانة وفيها عقوبات تصل إلى الحبس. يعني ما بين مؤيد ومحتج الذين يؤيدون عندهم وجهة نظر, والله بيقولوا ان في اسراف شديد في اهانة رموزنا الوطنية والتاريخية, وده هيؤدي الى اهالة التراب على تاريخنا, وكمان هيؤدي الى ضياع القدوة والرمز عند الاجيال المختلفة. والذين يحتجون عندهم وجهة نظر مضادة, يعني شايفين انه ده هيقضي على حرية البحث والتفكير والإبداع ومحاكمة الشخصيات التاريخية اللي بتخضع دايما للتقييم لها ما لها وعليها ما عليها ما بين سلبيات وإيجابيات. هنناقش القضية مع ضيوفي داخل الاستوديو, هنشرك المشاهدين معنا وأقدم ضيوفي. اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب. سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. استاذ صلاح عيسى عضو مجلس النواب. استاذ صلاح اهلا بيك. اهلا بيك يا البيت. استاذ جمال اسعد الكاتب السياسي الكبير. استاذ جمال اهلا بيك. اهلا يا فندم. دكتور محمد فياض مدرس التاريخ الاسلامي بكليه الاداب جامعه طنطا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. دكتور جمال شعره استاذ التاريخ المعاصر بجامعه عين شمس ومقرر لجنه التاريخ بالمجلس الاعلى للثقافه. دكتور جمال اهلا بيك. اهلا بحضرتك. على التليفون هبدا بالدكتور عمر حمروش عضو مجلس النواب وهو مقدم المشروع عشان يقول لنا فلسفته ايه وايه الهدف من تقديمه. سيادة النائب اهلا بيك. اهلا وسهلا يا استاذ وائل. قول لي حضرتك ايه الهدف من تقديم
المشروع وبعد كده شوف ما الذي يتضمنه يعني. اتفضل. هو بلا شك تلاحظ في الفترة الأخيرة ان كثيرا ممن يرغبون في الشوء الإعلامي والظهور ينتقدون رموزا وطنية بدون أسباب وبدون مبررات تدعو إلى ذلك، خاصة وأن هذه الرموز كان لها دور وطني في التاريخ المصري، وهذه الانتقادات تهدف إلى زعزعة وإثارة القلاقل لدى الشباب، وهو قطاع عريض في المجتمع نشأ وتربى على حقيقة أن هذه الرموز لها دور وطني كبير في التاريخ المصري. كذلك أيضا لاحظنا مؤخرا ما أثير حول شخصية الزعيم أحمد عرابي من شأنه أن يعطي مبررا للمتربصين بالوطن من الخارج للطعن، ليس فقط في الشخصيات الحديثة بل في التاريخ المصري القديم كله بما فيه حتى الحضارة الفرعونية، وبالتالي يكون ذلك تخريبا لأمن الوطن الاقتصادي. ومن أخطر الآثار السلبية لهذه الظاهرة هو محاولة اقتلاع الشعب المصري من جذوره، ولن يتحقق لهم ذلك إلا من خلال زعزعة الثقة وإثارة الفتن والاضطرابات والجدل حول الشخصيات التاريخية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انشغال الرأي العام والمجتمع بالجدل حول مسائل تاريخية ثابتة وإثارة مشاعر الإحباط لدى قطاعات المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الإحساس بأي تقدم في أي مجال، وهو الأمر الذي تسعى إليه قوى الشر الكارهة للوطن في الداخل والخارج. أستاذ وائل اسمح لي أن أقول بأنه في كل وطن ينبري بعض الأشخاص ممن يناضلون من أجل رفعة شأن مجتمعاتهم والمطالبة بحقوقها والتعبير عن هموم الناس وقضاياهم. هذه الرموز لا تمحى سيرتهم من ذاكرة الوطن مهما طال الزمن، بل إنهم يتحولون إلى مصدر إلهام للأجيال اللاحقة تعبيرا وتقديرا عن تضحياتهم ومواقفهم الوطنية. وينبغي أن يكون التعاطي الإيجابي والمعتدل والناضج على مع مثل هذه الرموز ينبغي أن ينطلق من قاعدة احترام الحق في الاختلاف والتعبير الحر عن الرأي، على أن تصان الحقوق كاملة بصورة لا تسمح بأي تعدي على حق أي من هذه الرموز. فالمجتمع المتحضر هو من يحترم رموز الوطنية ويقدر المواقف الوطنية لها ويتفاعل معها بصورة إيجابية، لأن ذلك يتيح مجالا أوسع لسيادة حرية الرأي في المجتمع ويعزز مطالبه وحقوقه ويطور حالة الوعي والحوار لديه. وبالتالي فكان هذا المشروع الذي تقدمت به لمجلس النواب وأحاله معالي الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، وإن شاء الله سيتم مناقشته قريبا أملا في أن ينور نور حتى نضع حدا لمثل هذه الأمور. قل لي بقى، مشروع القانون بالتأكيد قائم على التجريم، التجريم العقوبات تصل إلى الحبس؟ طبعا هو يحظر، هو مشروع القانون من 5 مواد، يحظر التعرض بالإهانة في أي وسيلة من وسائل العلانية لأي رمز أو شخصيات تاريخية وفقا لما يحدد مفهومها هذا القانون، ويقصد بالرموز والشخصيات التاريخية تلك الواردة والثابتة في الكتابات التاريخية والرسمية والتي تكون جزءا من الوثائق الرسمية للدولة في الداخل والخارج على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بالنسبة لمادة العقاب أو التجريم، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000، وفي حالة العود تكون الحبس من 3 سنوات لخمس سنوات. نعم، وبغرامة لا تقل عن 100,000 ولا تزيد عن 500,000، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد عن 1,000,000 جنيه. الجزء الأخير ده اللي لا تزيد على 7 سنوات،
اللي هو في حالة العود، في حالة العودة من جديد للإهانة يعني. هو بس في جزئية هامة جدا أستاذ وائل، اسمح لي إن أنا نوضحها. البعض بيدعي إن هذا المشروع تسميم للأفواه وإلى آخره. أنا اسمح لي أن أقول بأن هناك مادة رئيسية في هذا المشروع، إعفاء من العقاب لتناول الشخصيات والرموز التاريخية من تقييم تصرفاتها وقراراتها تاريخيا، وذلك في الدراسات العلمية. الدراسات العلمية معفاة من هذا المشروع، لأن الباحث ماجستير دكتوراه بيعمل بحث، ده أقواله موثقة ومصادر موثقة. طيب خليك معايا يا دكتور عمر كده، يعني خلينا نبدأ. يعني أستاذ جمال الأسعد، أنت بدأت غضبك مبكرا يعني. ليه؟ هو هنا شايف أنه حماية تاريخنا ورموزنا الوطنية يقتضي ذلك، وفي العقوبات من 3 سنين لخمس سنين سجن، وفي حالة العودة يمكن أن تصل لسبع سنوات وخمسمية ألف جنيه. بداية التشريع لابد أن يكون له فلسفة، ولكن كون أن يتحول التشريع وبعض مشروعات القوانين إلى حالة من حالات الإعلام والتواجد الإعلامي، هذا لا علاقة له بالتشريع الذي يخص القضايا الجماهيرية الحساسة التي يحتاجها الجماهير. هذه واحدة. الثانية، أن فلسفة التاريخ، وأنا معنا اثنين أساتذة التاريخ، التاريخ يعاد قراءته كل مرحلة زمنية. عندما يوجد هناك وثائق، عندما يوجد هناك دلائل جديدة، تتغير بعض الرؤى التاريخية، لأن التاريخ ليس كائنا جامدا، التاريخ آلية بتتحرك كل زمان وكل مكان. الجانب الآخر أن لا يوجد ما يسمى بالرموز المقدسة، الرمز، الشخصية العامة، الزعيم، الشخصية التاريخية، كل هؤلاء بشر، البشر لا يقدسوا. الجانب الآخر أنني لو بدأت أتعامل بهذه الطريقه، وسياده النائب بقول له ده يبقى نعدهم وجلان عدهم وما ندهمش ليه يعني. والله ما هو انا النهارده مش هقعد حضرتك وانا قاعد وكل واحد قاعد لي على الفيس ويقعد يشتم ويجرح في الناس وتقول لي ان انا سيبه. طيب بس النهارده بقت حضرتك خلاص، لو سمعت كم الكلام. لا 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 بدو يا استاذ جمال، ما هو انت سيادتك بتقول سياده النائب، ما انت بتقول عدمهم، انت بتقول عدمهم استاذ جمال، عدمهم. ما انا مش عايز اقطع، انا بتقول اتعدمهم استاذ جمال، قلت لك اللي يخطا ناقص الاعدام، اللي يخطا يا سيدي اللي يخطا عشان هيجي. يا جماعه احنا يعني انت عايز الناس تشتم نخبه وبنحاول وبنناقش قضيه مش محتاجه يا جماعه العصبيه. عادي والله عادي. طيب استاذ جمال يعني هنا، وبالتالي حضرتك شايف لا لا أكمل يعني. أولاً أولاً الرمز نسبي، ما تراه أنت رمز أنا لا أراه رمز، ما تراه أنت شخصية تاريخية لا أراه أنا شخصية تاريخية. الجانب الآخر، عندما تمنعني وتقهرني بأن أبدي رأيي في شخصية تاريخية، إذا جاز هذا التعبير كلمة تاريخية، يعني مثلاً أحمد عرابي اللي بيتكلم عنه الأستاذ النائب اللي هو عامل مشروع القانون، ده عميد كلية بي. أحمد عرابي، أنا بقول نائب، نائب تكفي. أيوه نائب. هو نائب الشعب برضه. هدوء أستاذ جمال، أنا عايز خلينا يدينا فرصة حتى بقى. حتى لو الحد بيعترض يا أستاذ جمال كده مش هينفع، هو خلينا بهدوء شديد. أنا ما أقدرش أقول صلاح. لا 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 لا. أنا بقول النائب الجد من مشروع، بقول النائب هو واضحة ومحددة. أستاذ صلاح بلاش نستنزف الحوار. أنا كده هستنزف الحوار. أنا عايز أقول حاجة فيه ملوش معنى. صلاح بيسألني موجودين ليه كده؟ بتقول أحمد عرابي نموذج. أحمد عرابي نموذج. إحنا عاوزين الأول بعد كده. أحمد عرابي، أحمد عرابي. إحنا عاوزين الموضوعية عشان المواطن وعشان الشعب يستفيد باللي إحنا بنقوله. طب ما هو ده اللي يهمنا، ما يبقاش في تداخل أصوات يا جماعة. بس كمل يا أستاذ جمال كمل. هو هيخلص هتتكلم وهو هيتكلم. نضرب مثل بأحمد عرابي اللي أثار هذه الزوبعة، لأن بقى هي أثارت عند أحمد عرابي عندما أحد الكتاب أو أحد المفكرين قال تعبيرات لا تليق. أولا أنا ضد التعبيرات التي لا تليق، يعني أنا رأيي في الشخصيات التاريخية ليس بالضرورة أن أسيء للشخصيات التاريخية، ولكن من حقي أن أقيم الشخصيات التاريخية. من حقي أن أختلف. إنما فكرة الشتائم، لا الشتائم الشتائم على فكرة دي قصة لا علاقة لها بالتاريخ ولا بالعلم ولا بالسياسة ولا بالمعارضة ولا بالموضوعية، ولكن لا تضع قيودا علي أن أقول مثلا أحمد عرابي كان مخطئا
احمد شوقي ما هلك احمد عرابي، لان احمد شوقي كان ابن الخاصيه الخديويه، وبالتالي احمد عرابي كان ضد الخديوي، والطبيعي احمد شوقي هلك احمد عرابي، وبعد كده راح احمد عرابي بقى زعيم وهكذا. لما نقول مثلا محمد نجيب، محمد نجيب كان الذي قاد الحركه المباركه وكان رئيسا للجمهوريه، ثم بعد ذلك رجع لورا، الان النظام الحالي يطلعه. هل هذه التباينات التاريخية يعني انت بتمسكني امتى؟ ما هو سعد زغلول كان بيلعب قمار، لو قلت سعد زغلول كان بيلعب قمار يبقى سأتل زعيم سعد زغلول، يعني ما هي القصة فيها تداخل يجعلنا نتصور ان هذا المشروع القانون هو حالة من حالات الحجر على الرأي وابداء الرأي حسب الدستور. طيب هنا بقى اسأل استاذ صلاح ويخلص ونعقب كده. هو شايف ان ده ليس هناك اغتيال لحرية الرأي والبحث والفكر؟ ليس هناك اغتيال، بل هناك في حرية رأي، وانما انا ضد من يهين اهانة باللفظ او بالقول. قيم وقيم بما هو يتلائم مع اداب الحديث. انما النهارده ما قيمش بالتجريح، ما قيمش بالشتيمه، ما قيمش بالخطا، ما قيمش. النهارده احنا في تاريخ. وتاريخ مصر حضرتك ومعانا اساتذه من الجامعه، واساسا اساتذه التاريخ يعلموا التاريخ اكثر مني واكثر من اي حد، لان هو درسه وبيدرسه ايضا. النهارده لما اجي اقول سيادتك اتشرف بالاسم، معلش واحد وخلاص ماشي. استاذ جمال اسعد، استاذ جمال كاتب الكبير. انا افندم يا اخوانا، بص انا اول مره اتشرف بسياده. بص انا المصري استاذ جمال، لما اجي اقول الاستاذ جمال اسعد ده راجل صفته ونعته بيه وعليه، خطا ولا مش خطا؟ خطا، وفي قانون جنائي. مش كده؟ مش كده يا فندم؟ يبقى مش محتاج لقانون ثاني. لا في قانون جنائي النهارده يا فندم، النهارده قانون جنائي كلنا تعرضنا للسب والقذف. خلينا نسمع. القانون الجنائي لن يكفي يا وائل بيه. ليه لا يكفي ليه؟ معلش، انما النهارده لما اجي اتعرض بشخصيه، شخصيه عامه او تاريخيه او مؤرخ زي سعاده البيه او استاذ جامعي، وبيطلع النهارده المدرج امام الطلبه بتاعته، واجي انا طالب جاي على الفيسبوك واروح قايل عليه كلام مش مظبوط او اهينه او اتكلم في سلوكياته او في اي امور، طب ما انا النهارده بدمر استاذ جامعي، بدمر اسره معينه، بدمر تاريخ، بدمر تاريخ، بدمر تاريخ، بدمر معلش. اصل احنا عندنا ناس النهارده عايزه تظهر زي ما الاستاذ قال، الاستاذ الفاضل قال ان البرلمان ما يخرجش في الاعلام. لا، البرلمان هو جزء من الشعب المصري ويعبر عن الشعب هو المصري. هو ما انا قلت هو جزء من الشعب، على مشاكل وقضايا الشعب المصري، وهذه ليست قضيه ملحه على الشعب المصري. لا النهارده هذا دي حجر على الرأي والفكر. لو سمحت لي يا استاذ اسعد، هذا القانون هو ليس للرموز فقط يا فندم. النهارده الاستاذ وائل الابراشي هو شخصيه اعلاميه معروفه ومرموقه، شخصيه عامه. يعني انا لو يعني ممكن اسجل لو حضرتك اكمل كلامي. هل النهارده هو مش ممكن في برنامج، في احدى البرنامج يطلع يجي يعبر عن رايه في قيادة أو مسؤول؟ ما بيعبر ويقول، بس ما بيخطأش، ما بيشتمش، ما بيجرحش. النهارده لما يجي يقول مع احترام الحفظ الألقاب ده وائل الإبراشي كذا وكذا وكذا وكذا، قانون جنائي موجود. أنا النهارده بهين واحد بس إهانة الرموز التاريخية لا ينطبق، ما هو في سب وقذف يعني لا ينطبق على قانون جنائي. النهارده هذا القانون يا فندم، هذا القانون يعني مهم جدا. يعني هو معمول يعني يا أستاذ وائل، يعني حتى أنا عن نفسي تعرضت لإهانة، ده سب وقذف. يا جماعه انا اللي فهمته دكتور عمر بسرعه كده، هو انتوا عاملين ده معمول على الرموز التاريخيه والوطنيه؟ خلينا اسال بس عشان اشوف بس مشروع، ولا ده يندرج على، لو سمحتوا يا جماعه انا مش عارف اسال، ولا يندرج على كمان المسؤول والوزير الحالي يعني او الشخصيه العامه الحاليه يعني؟ اتفضل. مشروع القانون عنوانه تجريم اهانه الرموز والشخصيات التاريخيه. التاريخية. طيب يعني كلام يعني انا بتكلم عن الرموز التاريخية خلاص اللي مش موجودة معانا، زي صلاح الدين الايوبي، زي احمد عرابي، مش موجودة معانا، مصطفى كامل، جمال عبد الناصر، كل ده لكن يا فندم كل زي الشيخ محمد متولي شعره، كل اللي طوروا يا فندم، كل اللي طوروا الى التراب واصبحوا مش موجودين في الحياة
دي رموز تاريخيه. بس انا بس اكثر ما اخشى هذا الكلام انه يبقى يعني لا نناقش ثواني بس يا جمال بيه بس دي واحد يا جمال بيه بعد اذنك يعني ده لا ينسحب يا دكتور عمر على التاريخيه لوحدها اخطا يا استاذ وائل على ال عمر في خطا لهذه الشخصيات على المسؤولين والشخصيات العامه الان يعني استاذ وائل اسمح لي الرموز هي الشخصيات التاريخيه التي خلد التاريخ ذكراها وتشمل جميع ما قدمه هذا التاريخ والتاريخ التعبيرات اللي خلد التاريخ الاعمال التي تخلد كده بسمع النواب العلميه الموثقه اللي هيصوتوا على ده ان هذه الشخصيه او تلك جزء من تاريخ فتره زمنيه معينه واصبحت وبالتالي اصبحت قيمه هذا الرمز وهدفه هو الرقي من قيمة طيب. الوطن طيب خليني بقى اسمع يعني انا يعني هنا ابتدي اسمع بقى اساتذة التاريخ خليني استاذ رحمة انت قلت عشان على سبيل فاضل سيادة النائب هو تقدم بمشروع القانون وبيدرس في اللجنة الثقافة وانتوا بتعدلوا وهنعدل وهنضيف ونشيل التعديل وارد هنضيف ونشيل لكن لا نقص انا خايف انك تشيل ما يعني انه كل حتى الشخصيات العامه الان لا 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 يا فندم لا جت النائب اهو دكتور انا يا جمال بيه 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 بعد اذن سعادتك يا جمال بيه يا جمال بيه يا جماعه يا جمال بيه الاستاذ اللي هو ما يهمش هسمعك والله بعد الدكتور معاك يعني انت هنا بقى كاستاذ تاريخ ودايما الشخصيه التاريخيه بتخضع للتقييم لها ما لها وعليها ما عليها يعني شايف ده اغتيال للتقييم الموضوعي للشخصيات التاريخيه بل هو اغتيال للبحث ولتاريخنا ايضا استاذ وائل خليني اقول لحضرتك حاجه طبعا صنعه التاريخ وكتابه التاريخ في حضره استاذي الاستاذ الدكتور جمال شعره هو استاذنا كلنا ولكن خليني اقول لحضرتك بشكل واضح جدا بس انا عايز اخد مساحه عشان اقدر اشرح واقدر افهم اتفضل انا شايف ان في البدايه الموضوع اللي ملوش علاقه لا برموز تاريخيه ولا باي حاجه لان الدكتور عمر حمروش قال كلمه دلوقتي بتبين ان هو ملوش اي علاقه خالص بعلم التاريخ ولا فاهم اي حاجه خالص في علم التاريخ قال التي الرموز التي خلدها التاريخ احنا ما عندناش في التاريخ حاجه اسمها خلدها خلدها دي في حكايات واحد بيقعد كده يحكي على بابا يقعد يغني ويزمر ويقول خلدها انما احنا في علم التاريخ لا علم التاريخ عندنا وثائق وعندنا دراسات وعندنا بحوث وعندنا مقارنات ومناهج بحث كتير جدا عشان اقدر اقول في الاخر هذا الرمز له ما له وعليه ما عليه. انا من وجهه نظري ومع كامل احترامي للدكتور والدكتور طبعا انا عارف شغله هو كان خطيب جامع في الاساس انا شايف ان الموضوع لابد يتشاف في سياق نفسي. فكره الشو اللي هم بيتهموا الاخرين بيه انا شايف ان الشو ده هو اللي عايزه بدليل ان الدكتور كل مشاريع القوانين يا استاذ وائل اللي تقدم بيها هي لها علاقه ليها بعد بشو اعلاني. يعني الراجل الجميل ده مثلا من فتره قال انا عايز اعمل مجلس قومي للرجال عشان نتساوى بالمراه. الراجل الجميل ده من فتره قال احنا عايزين نكشف على الناس على عقول الناس اللي بتقول ان احنا نتساوى للراجل بالمراه. الراجل الجميل ده من فتره يعني كل شويه لما يلاقي حضرتك بترشح انت برشح نفسك ضد الدكتور عمر بعد اذن حضرتك سيبنا كمل بعد اذنك سيادة اللي هو لا بعد اذنك بعد هقول لحضرتك لا هو في حاجه احنا بنتكلم في المشروع اللي احنا جايين هو بيختلف معاه احنا جايين بيختلف معاه السؤال الثاني السؤال نقطه ثانيه بعد اذنك سيادة اللي هو بس يعني لازم اجاوب بعد اذنك بعد اذنك اللي هو عشان خاطر بس احنا بنتكلم في مشروع قانوني كده في مشروع القانون مش في الدكتور عمر ده من دلوقتي يملي عليا هيسجنني بعد كده ما تتكلمش في الدكتور عمر دكتور محمد لا شخص الدكتور يا جماعه كده استهلاك للوقت محترمه جدا كده كده استهلاك للوقت نكمل في شخص الدكتور عمر نكمل يا جماعه كده استهلاك للوقت اتفضل محدش هيتكلم الا الدكتور ثانيه فكره الرمز التاريخي دي فكره نسبيه جدا يا جماعه ده احنا نخبه هو يخلص وهتعلق الاشكاليه شوف حضرتك لغه الخطاب بتاع الدكتور او لغه الجسد بتاع سعاده النائب ان احنا اللي بيغلط في الرمز التاريخي هنسجنه اللي بيغلط في الرمز التاريخي هنعدمه اللي بيغلط في الرمز التاريخي هنحدد عليه غرامه هو اساسا اللي مع كامل احترامي لسعادتك وانت استاذ في تخصصك ولكن انت ما تعرفش مين هو الرمز التاريخي ايه اشكاليه تحديد الرمز مين اللي هيعملها هم هيقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويقولوا الرمز ده فلان الفلاني ده رمز ده مش رمز خلاص نعلم على ده هتحطوا كل الرموز في القانون هم مش هيبقوا فاهمين الصنعه التاريخيه بدليل يا فندم بدليل انا دلوقتي لو قلت لحضرتك ان ابن تيميه هو اول من اسس للقتل والذبح واول من اسس الفكر الداعشي تاني يوم على طول هتسجن
في حين يا سي استاذ وائل في حين في حاجه مهمه جدا يعني ابن تيميه يعد رمز عند الدكتور عمر معلش الدكتور عمر معلش يا دكتور مش عند الدكتور عمر عند سامون لو بتكلم عن لو سمحت يا فندم سيبنا نكمل بعد لا ما تكلمش ما تهنش الناس بلاش الدكتور انا ما انت هو ايه اللي هنا هنا يا جماعه دي ما كده الكتابات اللي هو بيقول شقه على يا دكتور يا دكتور ممكن نعمل نقطه نظام كده مش هنقدر يعني يا جماعه انتم نواب وهم اساتذه التاريخ يا استاذ وائل يا استاذ وائل هو شق اعلام انا دلوقتي يا استاذ وائل لو قلت لحضرتك هو يخلص انا مثلا لو قلت لحضرتك النهارده او كتبت مقاله قلت ان ابن تيميه هو من اسس للنظام لفكر داعش وهناك من يكتب ذلك كثير اوكي دلوقتي بقول لما اجيب كتابات ابن تيميه واقول لتعلم ان المؤمن تجب موالاته وانظامك واعتدى عليك والمسيحي تجب معاداته وان بيشرع في كل وانا جايب لحضرتك نماذج ايوه ما هي نماذج ما احنا يعني كل ده معروف عند ناس ويتعرض ابن هو رمز عند ناس كتير جدا هيسجن ناس يبقى مين اللي هيحدد مين معروف. يا استاذ وائل اللي هيحدد مين هو الرمز دي قضيه مهمه طيب يبقى دي يبقى ده نقطه مهمه يا جماعه خلينا بس يا جماعه بهدوء شويه يبقى من هو الرمز من ده السؤال بالظبط ولسه هدخل وما هي الاهانه ايه الفرق بين الاهانه والنقد الحاجه الثانيه اللي حدد الرمز ما يهمش بس مش انا طيب تمام من مجلس اعلى الاستاذ في نقطه مهمه هجيلك يا جماعه هجيلك من الحاجات الطائفه جدا من الحاجات الطائفه جدا ان داعش في الموصل لما جت توزع البيان الثاني بتاعها في الموصل عملت بند جميل جدا قالت ان من يهين رمزا من رموز التراث الاسلامي يعرض لعقوبه الجلد وحسب لغه حده الخطاب بتاعه ممكن توصل للقتل زي ما السياده النائب بتقول أيه. لك لو سمحت لي لا عندك بقى نحن ليس بداعش والدكتور عمر ليس بداعش لو سمحت هو شباك بداعش لو سمحت الدكتور عمر ليس بداعش ونحن ليس بداعش سعادتك لو سعادتك من البحيره استاذ محمد كمل ما تشبهناش سعادتك من البحيره لا معلش لما داعش انا بسالك سؤال سعادتك من البحيره هي مشكلته الانتخابات سعادتك من البحيره يعني مشكلته انا يا دكتور محمد لو سمحت دكتور عمر بالظبط يا سياده اللواء في مشكله مع الدكتور عمر نكمل يا دكتور محمد نكمل لو سمحت يا جماعه لو سمحتوا بس نتفق والا اقول ان ضيوفي احنا عاجزين عن ان احنا نوصل الحوار للمشاهد علشان ده هينتهي من كلامه يا استاذ صلاح ما تستنى لغايه ما ينتهي من كلامه وهتعلق يا جماعه هو لما يتكلم عن انه داعش تقدس هل معنى كده انه بيتهمكم ان انتم داعشيون يا استاذ وائل طبعا انا خلينا اتفق ان ما فيش حد يشكك في وطنيه الساده النواب احنا دلوقتي موجودين في عصر رئيس عبد الفتاح السيسي وده اول رئيس دوله في مصر كلها اتكلم عن حاجه اسمها تجديد الخطاب الديني ما سمعناش النقطه دي حد لاحظها فحضراتهم بشكل غير مباشر وهم مش قاصدين بيجهضوا هذا المشروع الفكري ان الراجل بيتكلم في تجديد خطاب ديني بيتكلم في ان احنا عايزين نشيل عن الاسلام الغشاوه اللي بدات تبقى شكل صوره الاسلام في العالم ومن ناحيه ثانيه واحد ممكن يجي ثاني يوم يقول لي ابن تيميه دوت بس خلي بالك يعني برضو خلينا اهانه الرموز الوطنيه هنا بينطلق مش بس يعني مش عايز ابقى ماسك في ابن تيميه يعني كل يا فندم لا انا عندي عشرات هو فينا هم يا استاذ وائل هقول لحضرتك على حاجه هقول لك بس موضوع يا دكتور بس خلينا يا جماعه ما ينفع هم شافوا انه في إهانة وتجريح لعدد كبير من الشخصيات في الفترة الأخيرة صلاح الدين أيوبي وأحمد عرابي ومصطفى كامل وبالتالي مش عايز أبقى ماسك بس كل شوية في ابن تيمية لا أنا أتجاوز ابن تيمية خالص حضرتك دلوقتي قلت لي بعض الأسماء طيب القانون لما انا عايز سياده النائب يطمني لان انا ممكن بكره الصبح اتسجن ممكن سياده ممكن حضرتك تاني يوم النص يطبق عليا لو كتبت مقاله مثلا حضرتك ما تبقاش راضي عنها مثلا او المشاجره ما ايه الاليه اللي هتحكم ان انا الكلام بتاعي دوت يعني انا مثلا عقبه بن نافع اللي بيراسم ابن تيميه انا راجل بتاع تاريخ اسلامي عقبه بن نافع اللي بيدرس طلبه المدارس انا من وجهه نظري ان هذا الرجل كان مثلا من وجهه نظري ان الراجل ده كان راجل متطرف مثلا وحد حضرتك مثال ليه وعمل ايه وكذا طيب ايه اللي يضمن ان انا ما اتسجنش في وقت ان احنا بنتكلم فيه ده سؤال ده سؤال مهم خليني بقى قبل ما اسمع الدكتور جمال اللي هو شكرا جدا وندخل يا جماعه بس ننوع الحوار شويه هو بيعطي امثله يعني يمكن انك تحاكم الشخصيه التاريخيه وكل شخصيه تاريخيه هتلاقي فيها ايجابيات وسلبيات لانها مش ملائكيه مش شخصيات مقدسه البشر دائما يصيبون ويخطئون والحكام والشخصيات التاريخيه فلما يجي حد هيتكلم عن عقبة بن نافع هيتكلم عن صلاح الدين الأيوبي يعني هيتكلم عن أحمد عرابي فهيخضعه للتقييم هنا هيقول لك أنا كده هيدخل السجن
وبالتالي هنا هيبقى مطلوب منه انه يقدس الشخصية التاريخية ولا يتحدث عن اي سلبيات متعلقة لها. يعني يخون التاريخ ويخون التقييم الموضوعي. يعني اتفضل وائل بيه. عنوان مشروع القانون اللي تقدم به الدكتور عمر، والدكتور عمر ده يعني زميل معايا في اللجنة الدينية وانسان محترم جدا وقلبه رطب جدا، اكمل كلامي، وعاطفي جدا، والراجل بيدور. عنوان القانون بيقول إهانة. إهانة الرموز التاريخية. وإحنا بدون رموز تاريخية وبدون تاريخ ما احناش مصر. ما تنفعش مصر بدون تاريخ، بلد بلا ماضي فليس لها أي مستقبل أو أي حاضر نهائي. ولا نتكلم على حاضر مصر. احترام مصر من خلال العالم أجمع من خلال تاريخها ومن خلال ماضيها. هنتناول بعض الرموز زي صلاح الدين الأيوبي أو أحمد عرابي. زي ما بقول لحضرتك، هناك تعمد لإهانة الرمزين دول على وجه التحديد. لأن صلاح الدين الأيوبي له دور، ودور مهم جدا والعالم يعلمه، إزاي رفع شأن العالم الإسلامي أمام الآخرين. حتى في تناوله نفسه صلاح الدين الأيوبي للقضية، في تناوله للقضية نفسها وتعامله مع الآخر، كان تعامل إسلامي جميل وتعامل إسلامي يشهد له العالم أجمع. هناك تعمد لإهانة صلاح الدين الأيوبي وإن احنا نضيع تاريخه. الجمال بيه أسعد راجل محترم وراجل جميل وراجل يعني ثقافته عالية، وأنا بحترمه جدا على فكرة. لما أتكلم على سعد زغلول دلوقتي، وأنا ابن من أبناء كفر الشيخ، وإحنا ككفر الشيخ بنفخر جميعا إن سعد زغلول ابن قرية إبيانة مركز بطرس، أو كان زمان أيام سعد زغلول ما هو موجود كان بقولك إبيانة أو سعد ابن مركز فوة قبل مطوبس ما يتواجد مركز مطوبس. فحضرتك سعد زغلول قدوة بالنسبة لكل المصريين وبالنسبة لأبناء كفر الشيخ بالكامل. وسعد زغلول حضرتك بالمرة هو خال الكاتب الكبير مصطفى أمين وعلي أمين. أيوة دي قصة. ما احنا بعد إذن حضرتك احنا كان بيلعب جمار ومسجل، ده ترخيص. أنا لو كنت بيلعب جمار حضرتك برضو حضرتك أنا النهاردة ما جاوبنيش على إيه اللي حيزجلنا وإيه اللي مش حيزجلنا. زي ما اعترضنا يا جماعة على إنه إيه بعد إذنك زي ما بتعترضوا. اتفضل بعد إذنك. أما يبقى أنا عندي أحمد زويل كأحمد زويل كابن من أبناء كفر الشيخ، بقول لابني أنا عاوزك تبقى أحمد زويل، بقول للموجودين كلهم عاوزين تبقوا أحمد زويل، لازم كلنا نتفوق ونشوف احمد زويل عمل ايه وننهج هذا النهج. يفاجأ بعد شوية لان الجيل الحاضر شاف احمد زويل وعرف قد ايه انسان محترم، والعالم كله كرم احمد زويل وافتخر بيه. بعد شوية اما الزمن يمضي الى الامام يطلع واحد وهو قاعد كده بمزاجه يهين احمد زويل او يهين العلم بتاعه او يهين تاريخه، ونتقبل هذا الكلام ويقول لك اصل الدولة الفلانية كانت ايه والدولة العلانية كانت مش عارف ايه، ويخلي بعد اذنك يا جمال بيه ويخلي القدوة اللي ابنائنا كلهم بيحاولوا ان هم يحزوا حزوه ويعتبروه اسوة حسنة، يحاولوا في الاخر انه يحصل خلل داخل الاولاد وداخل الاجيال اللي طالعة في حبها لهذا الشخص. ينفع ما ينفعش. احنا بنقول هنا ايه المقصود كلمة اهانة. في فرق بين الاهانة وبين التقييم، لابد ان احنا نفرق ما بين الاهانة وبين التقييم. من حقك انك تقيم ومن حقك انك تقول رأيك، بس قول رأيك بأدب. انا ممكن اقول رأيي في الاستاذ وائل وفي اللي قاعدين كلهم ويبقى رأيي كله اخلاق، وفي نفس الوقت انتقدتهم، وفي نفس الوقت ممكن اقول رأيي بطريقة تانية فيها تخرجنا عن السياق نهائي وتخلي الشخصية اللي انا اتكلمت عليها نزل. احدد ده ازاي بقى؟ ما هو ده سؤال حضرتك. احدد ازاي الفارق ما بين الاهانة والتقييم الموضوعي، خاصة لو هو قال زي هاخد نموذج لو قال خلينا اسأل دكتور جمال في ده، انت قلت احدد الاهانة من التقييم ازاي والرمز من غير الرمز ازاي؟ طيب يعني انا يعني هم خوفونا بالصوت العالي ده، فانا عايز اقول القضيه خطيره الحقيقه. المساله حضرتك عارف رايي ان انا كنت في فتره منزعج جدا من مساله السب والشتم والقذف، ومساله تجاوزت كل الحدود، خاصه لما يجي صحيح هو يجي يسب رمز انا درسه وانا عارف انه هذا الرمز هو ابعد ما يكون عن هذه الإهانات وعن هذه الأكاذيب.
كنت في مرحلة ولدرجة انه في موقف من مواقف مع وزير الثقافة الاسبق الدكتور عصفور، قلت له لا ما هواش ده اعتداء على الحرية، احنا لازم نشوف حل لايقاف الشتامين دول، لان المسألة اصبحت مسألة سب وشتم ومسألة تؤثر زي ما الأساتذة بيقولوا في الوعي التاريخي وتشوه ذاكرة الأمة، وأحيانا الصعود على أكتاف هذه الشخصيات بأن أقول فلان شاذ، وصل عند تقييم شخصية فلان شاذ، كان شاذا وكان مشهورا بأنه وده على فكرة، ده على فكرة سببه إيه بقى؟ خليني أعلن بصراحة أن أنا ضد القانون، خليني أعلن أنه لازم نبحث عن شيء آخر لمعالجة هذه المسألة. المسألة مش مرتبطة بسب وشتم زعيم، المسألة أكتر من كده. احنا خايفين إن احنا نوصف بعد كده بإن احنا شعب شتام. السوشيال ميديا فيها سب وشتم مش لعبد الناصر ونجيب ومعرفش مين وصلاح الدين لا، المسألة متجاوزة. سب وشتم ليل ونهار، وأعتقد إن هناك يعني ميليشيات شغالة بهذه المسألة. لكن تعالى بقى السؤال اللي حضرتك سألته والقضية الخطيرة دي، أنا عندي تصور لعلاجها، لكن هقول لحضرتك إن نموذج لو في قانون، نموذج ولو في أستاذ مش أستاذ ما هواش موضوعي كان ممكن يدمر مستقبلي أنا، وده أستاذ كبير وكان بيدرس لي في سنة تالتة وعرابي بقى عشان حضراتكم تسمعوا. الأستاذ الكبير الأستاذ دكتور عبد الرحمن رمضان الله يرحمه، وإلى الآن يعني مذكرات وكتب موجودة عندنا، كان بيشرع عرابي أو ثورة عرابي على إنها ثورة مفتعلة ومسرحية. واستند لرأي مستشرق هولندي اسمه نيني، وكنا وإحنا طلبة 46 صفحة اللي ملاهم على الثورة العربية كنا مندهشين جدا، أنا شخصيا بطلع الأول ومندهش جدا ورافض للكلام ده، مش قادر أقتنع بيه، إن عرابي عمل مسرحية مع الخديوي والخديوي شقيق لعرابي بالرضاعة، لكن المسرحية وسعت على عرابي وتصور نفسه انه زعيم. تخيل حضرتك ده مكتوب عند نيني، محدش حاسب نيني. دكتور عبد العظيم رمضان استملح رأي نيني ودرس لنا انه ما كانش في ثورة عربية ولا حاجة، وان الامر يعني فلت من عرابي وفجأة لقى في تأييد له من الجناح المدني، بدل ما بيطالب بمبادئ بمطالب فئوية طالب بمطالب الشعب، وركب الحصان وبقى ايه بقى زعيم. انا وانا طالب كان ممكن ادفع مستقبلي كله في مقابل مقال نقدي كتبته للدكتور عبد العظيم رمضان وانا بحل في الامتحان ده، كان في سنة رابعة على فكرة، فكتبت له انه انا رافض لنظرية نيني ورافض للكلام اللي حياتك بأدب طبعا وبتحليل علمي وطالب صغير وبتعتبر انه ما قام به عرابي ثورة، وكنت قرأته وانا طالب بقى كتابات لناس كتيرة قوي كتبوا على الثورة العربية، وقلت له ان دي ثورة، وخرجت من الامتحان الحقيقة كنت حاسس ان انا خلاص كده مستقبلي انتهى. لكن عبد العظيم رمضان رغم اختلافي الايديولوجي والفكري والثقافي معاه راجل محترم جدا، اداني 97%، وقال لي بعد خلي بال حضرتك، قال لي بعد كده ايه انت قلت وجهه نظرك، هنا تاتي المساله بقى انا ازاي هحدد احنا بنعيد قراءه التاريخ زي ما قال الكاتب الكبير الاستاذ جمال حبيبي، بنعيد قراءه التاريخ بين الحين والاخر، وبالتالي زي ما حضراتكم عشتم بالظبط، وان كان ليا وجهه نظر في محمد نجيب نجيب وعلى وبرضه على فكره، لكن ايضا خليني له ما له وعليه خليني لا لا خليني اوري لك مأزق نجيب، خليني اوري لحضرتك مأزق التاريخ لنجيب، خليني وانا قابلت اللي هو نجيب وعملت معاه حوارات لكن خليني اوري لك المأزق اللي احنا عايشينه الان. هل زيف تاريخ اللواء نجيب من قبل وسيزيف الان بعد تكريم الرئيس السيسي له؟ دي مشكله جامده جدا، وده يخليك تقول مين اللي بيكتب التاريخ هنا تاريخي. لو سمحت لي، مين بيكتب التاريخ؟ التاريخ اصبح مهنه من لا مهنه له، وبالتالي اللي بيكتب في الميديا ده لا يعرف نجيب ولا يعرف تاريخه ولا يعرف حتى لماذا كرمه الرئيس السيسي. يعني انا تقدير انا الشخصي ان الرئيس السيسي كرم اللواء نجيب، كرم لحظة تاريخية عند اللواء نجيب. اما اخطاء اللواء نجيب وتصادمه مع ثورة يوليو، وهنا في كلام كتير وموثق، وحتى اللي هو قالولي وانا بعمل الماجستير والدكتوراه
هنا ده موضوع تاني خالص. الرئيس السيسي ما بصش له, بص لانه للحظه التاريخيه, البطوله في لحظه تاريخيه. هل حمل حد لحضرتك لو سمحت لي في دقيقه واحده, لما حدثت ازمه مارس 54 في عندنا حاجه غريبه جدا. السادات كان عدو لنجيب, صلاح سالم كان عدو لنجيب وعدو شديد جدا لنجيب, فطلعت روايه على الملأ في فبراير 54 انه نجيب كان نايم وكان ما يعرفش حاجه عن الثوره. خبطنا عليه قلنا له قوم اصحى, الثوره قامت, تعالى انت معانا. دي روايه. وانت بتدرس علم, هل الروايه دي صحيحه؟ هل انت تروح تصحي واحد تقول له قوم الثوره قامت انت معانا؟ طبعا يعني انت بتقيم هنا, انت بتقيم, انا لا انحاز لها, لا انحاز لدي. لكن في روايه ثانيه وانا بحقق بقى, قالها نجيب وشخصيات كتيره شهود عيان قالوا لا ده احنا قربنا منه في يناير 1952, يعني من يناير 52 ونجيب في الصوره, مش من ليله الثوره 23 يوليو. اما صدامه بعد ذلك ده موضوع تاني وله احكام تانيه. عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه يا استاذ وائل, احنا كنا زمان بنتعلم ان المؤرخ قاضي وان المؤرخ يجب ان هو مش عارف, وده المفروض. طب هو 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 علميا علميا انت ما تقدرش, للاسف الشديد انت ما تقدرش تلعب الدور ده. عشان كده احنا بنكتب ونترك للقارئ ان هو يقيم, ومن هنا يطلع ده رمز ولا ما يطلعش رمز, حسب يطلع ايجابياته اعلى من سلبياته. انا ما اقولش بقى, انا بكتب وبسيب المساله للقارئ, لانه ما اقدرش اصدر طبعا الاحكام. خطوره القانون هنا ان هو زي ما دكتور صديقي محمد خايف ان المساله, طب انت هتحاسبني ازاي؟ انا كل ما اجتمعت عندي ماده علميه جديده بعيد قراءه التاريخ, لو في نظريه جديده في التفسير وهستخدمها برجع اعيد قراءه التاريخ. فمن كان عندك رمزا تحول الى شخصيه عليها علامات استفهام. خلينا هنا دكتور عمر محروش, عمر حمروش قول لي الكلام ده هنا بهذا الشكل, شايفين انه هذا المشروع, طبعا انتم معترضين على الحبس ده يعني؟ لا 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 كتير, على مناقشه القانون على مناقشه القانون. انت ما قلتليش بقى, ما قلت ولا يجب ما تدينيش فرصه اقول ازاي ممكن نحل. خلينا اتكلم بعدين ازاي ممكن بدون قانون. انا واجه الراي بالراي. دكتور عمر هنا ابو الراي الجني, معنى كده انه اي شخصيه تاريخيه لن تخضع للتقييم المنصف, لان اي واحد هيخاف يقول لك يا عم ده فيها سجن 3 سنين ل5 سنين يعني, وانا اقيم ليه؟ مش مقيم. وبالتالي هنا يعني حتى يقضي على فكره كيف عشان تستفيد من تاريخك, فبتشوف ايه هي الاخطاء ونتفاداها, وبنشوف ايه هي الايجابيات في هذا التاريخ وناخذها نموذجا يعني. اتفضل. قبل ان اجيب على سؤال سعادتك, احد ضيوفك الافاضل يعني وجه إلي شخصا الموضوع وذكر بعض الانتقادات. اسمح لي بس ان انا ان افرق, انا لن اعلق على هذا الكلام لان انا اكبر من هذا الكلام, كم كنت اتمنى ان يبرز لي سلبيات ويقول لي كان من الاولى ان تقول كذا وكذا في مشروع القانون, بدلا من الدخول في الامور الشخصية. اولا مسألة مساواة المرأة بالرجل في الميراث, هذه المسألة حسمها القرآن الكريم, وبالتالي فلا مجال للكلام فيها. المجلس القومي للرجل كانت فكرة وعد للمجلس القومي للأسرة, يشمل الزوج والزوجة والأولاد, وما كان ينبغي أن يدخل في مثل هذه الأمور الشخصية. ولن أقول خلينا نتجاوزها دكتور عمر يعني وكنت أتمنى من سعادتك وأستاذ وائل برضه إنه ما تسمحش. والله في صخب, ما هو النواب ردوا, فالحقيقة لم أجد وسيلة لنزع فتيل الأزمة إلا بأن نكمل الحوار. إحنا نتكلم في مشروع قانون, خلينا في إيجابياته إيه, سلبياته إيه. هل إحنا يعني الفكرة دي, ما هو مشروع قانون يقبل الأخذ والحذف والتعديل والزيادة, ولسه هيناقش في اللجان. وبالتالي فاسمح لي ان انا عاوز اوضح بس جزئيه هامه جدا. طبعا. الفرق بين النقد والاهانه. النقد هو اظهار سلبيات وعيوب الشخص لتصحيحها, اما الاهانه فهي مصطلح قانوني متخصص يقصد به كل ما من شانه التحقير والحط من شان من وجهت اليه تلك الاهانه.
اعتقد ان كلام واضح. اما النقد فاظهار سلبيات وعيوب الشخص من اجل تصحيحها. انا مشروع القانون تجريم اهانه الرموز والشخصيات التاريخيه، وما زلت اؤكد ان احنا عندنا دراسات تاريخيه منصفه. هذه الدراسات هي جزء من تاريخ مصر. احنا علمنا اولادنا في التعليم وفي المدارس وفي الجامعات. بس خلينا ندخل بس في الموضوع، هو الاعتراض على ان انا احبس اللي يهين. كيف احدد اهانه ومن هو الرمز؟ يعني احدد الرمز ازاي واحدد الاهانه ازاي عشان اشوف احبسه ازاي؟ يعني ذكرت لسعادتك الرموز هي الشخصيات التاريخية التي خلدت تاريخ وذكراها عبر الدراسات التاريخية المنصفة. وهذه الناس تختلف، هناك من يعتبر ده كلام انشاء. يا دكتور، انا مثلا من خلال مناقشاتي بعض القوى لا تتحمل ان توجه نقدا مثلا لمعاوية بن ابي سفيان ولا الحجاج بن يوسف الثقفي، ناس ثانية اسمح لي يمكن ان توجه انتقادات تصل الى حد الاتهامات الشديده. انا ارى كمقدم للمشروع ان عدم تجريم اهانه الرموز التاريخيه مصادره لحق الوطن في التعبير واعتزاز الاجيال الحاضره برموزها التاريخيه. المجتمع المتحضر هو من يحترم رموزه الوطنيه. طيب هيخلص يا جماعه، ما هيفعل معها بصوره ايجابيه. ما هو الكلمتين. انا عايز احدد تاني بدقه يا دكتور عمر. الرمز ايه والاهانه فين؟ والكتب المنصفه اللي بيتكلم عليها دي ايه؟ وجهه نظره هو. ما هي والكتب المنصفه دي مساله نسبيه يعني. وليه منصفة؟ يعني يمكن أن يكون كتاب تاني، ممكن يكون كتاب تاني يقيم عرابي بشكل مختلف، يقيم محمد علي بشكل مختلف، يقيم مصطفى كامل بشكل مختلف، وهكذا. يعني عندنا استقرت الدراسات التاريخية العلمية الموثقة في اعتبار أن هذه الشخصية مفيش أي رمز تاريخ واحد في فترة زمنية معينة. كل أنواع التواريخ اللي استحاصها. طب عشان أسمعه هو على التليفون ده، مفيش أي استقرار تاريخي حصل. هو بيتكلم غلط، هو تاريخيا بيتكلم غلط. أنا عايز أسمعه. هو بيتكلم في حاجة موجودة. هتجيلك الكلمة هتقول إن هو اتكلم غلط. طبعا. اتفضل دكتور عمر، اتفضل. ألو. أنا سامعك، اتفضل. ما استقرت عليه الدراسات التاريخية العلمية الموثقة باعتبار أن هذه الشخصية أو تلك جزءا من تاريخ فترة زمنية معينة، وبالتالي أصبحت قيمتها من قيمة الوطن وتاريخها من تاريخ هذا الوطن. فإحنا عندنا دراسات، يعني أنا هنضرب لسعادتك مثال بسيط جدا. ولادنا كلهم اتعلموا في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة، ومن خلال كتب التاريخ التي وضعت من خلال علماء متخصصين ودراسات منصفة وهذه الكتب تعلم عليها أبناؤنا. هل يعقل أن أنا بعد ما تعلم ابني أو تعلمت بنتي أن أبلغ الأفكار هذا؟ هو هيخلص يا جماعة. الرمز التاريخي من دون عليه ولا أخره. الجزئية تحديدا، الجزئية بتاعت الكتب تحديدا. الراجل ايش يعني؟ معلش. طيب دكتور محمد بسرعة عشان أسمع أستاذ جمال. يا أستاذ وائل، هي مش عملية زي ما هو قال شق إعلامي. معلش حضرتك، أنا عندي بس ما هسمعك. هو هيخلص معاك. ده شق إعلامي، شق إعلامي. اتفضل بسرعة. مش النقد. نقط بسرعة ومش عايز أكلمك. أوكي. دلوقتي في تجربه لاستاذنا الدكتور جمال شقره، هو يعني الدكتور جمال هو اكتر واحد تصدى لمن اهان صلاح الدين الايوبي. أيوة. واكتر واحد تصدى لمن اهان احمد عرابي. أيوة. ولكن الدكتور جمال عمل ايه؟ ادار معركه فكريه، بمعنى كتب مقالات وعمل اجتماع في الجامعه المصريه للدراسات التاريخيه، وجمع الباحثين وبدا يتناقشوا وردهم على من اهان هذه الشخصيات التاريخيه. وطلبنا منه المناظره. بالظبط. واذا وهو ولم يناظر. اذا ما قالش احبسوه. اذا هو هذا الرجل وهو استاذ تاريخ كبير عمل ايه؟ ادار معركه فكريه شبه المعارك الفكريه القديمه اللي كنا بنسمع عنها زمان، ودي حاجات محترمه جدا. النقطه الثانيه يا استاذ وائل، هنفترض ان الساده النواب الافاضل سجنونا او سجنوني او سجنوا غيري. ما بيسجنش حد يا بيه. سيبنا كام يا فندم؟ يعني لا معلش، مش حد. معلش معلش حضرتك، انا افترض الحته دي مهمه، لازم اكمل. النواب لم تسجن مواطن. لازم اكمل. هو بيتكلم سجنوني. معلش قبول الساده النواب يا استاذ وائل، سجنوني. بيتكلم سجنوني بالقانون يعني.
وعايز ياخد يا استاذ صلاح. النواب لم انت بتتكلم كويس. بقول لك ايه استاذ صلاح، استاذ صلاح ما ينفعش يا استاذ صلاح. ده النائب اللي المفروض نقوله. طيب النائب المفروض. هل الحبس هل الحبس هنا يا استاذ صلاح؟ هل الحبس هنا يا دكتور محمد؟ يا استاذ السات اللي هو مش هقعد اسكت كل واحد بقى. المشكله الاهم هل الحبس ده هيعمل ايه في الرمز اللي هو عايز يحميه؟ هو الاستاذ نيته طيبه جدا ان هو عايز يحمي رمز تاريخي وانا معاه في ده، ولكن هو هيعمل ايه لو لو تم سجن احد الكتاب او احد الباحثين في اهانه رمز تاريخي؟ كم واحد هيتعصب لهذا الرجل الذي تم سجنه وهيهين اكتر الرمز ده بقى؟ هيتحول الرمز هيتحول طيب. الراجل المسجون طيب. ده لبطل طيب. قومي. عشان اسمع بس الاستاذ صلاح، استاذ جمال، استاذ جمال عشان ما انا طيب. الاول انا استفدت خلينا اسمع ما يهمش يا استاذ جمال. ما يهم دقيقه لو سمحت يا استاذ جمال. استاذ جمال هسمعه بس ما يهمش. كمواطن كمواطن مصري استفدت من حوار حضرتك. شكرا شكرا. وانت راجل فعلا استاذ للتاريخ. يا رب يخليك. شكرا. وفعلا وانتوا اكيد لازم تسمعوا ان يتعلم التاريخ منك. الله يخليك. انا عايز ويجب عايز ان التلميذ يحترم استاذه وينحني امام استاذه ولا ينحني قدامه. العفو العفو احترم حضرتك. لا العفو بمعنى هي المساله حضرتك النهارده لما قلت الروايه بتاعت حضرتك تعنيني ما دي موجوده في الشارع اسمها الامتحان بس ما حدش وحضرتك خدت الدرجه النهائيه فيها. ايوه ده انا بعتبرها ده رايي وده انا بحملك المسؤوليه. تمام. بمعنى تمام انت استاذ تاريخ وبناء عليه وزيد عليه ايضا ان انت امين عام مجلس اعلى الثقافه. لا انا مقرر لجنه او مقرر لجنه. يبقى النهارده بس خلي بالك عليك انت جاي معانا كده عليك يعني كده انت هتقرب ليه طريقه العلاج. بعد اذن حضرتك عايزين افضل سعاده الرئيس استاذ الدكتور. القانون ليس قران. تمام. حتى استاذ صدر القانون بيتم تعديله بعد كده يا فندم. القانون ليس قران. بشكرك الحاله الوحيده. بشكرك على غيرتك. اسمعوا بس استاذ جمال النهارده حضرتك انا هكمل بس التعقيب. طيب اتفضل. فالنهارده الاستاذ الدكتور قال جمله جميله جدا وعظيمه ان هو عندما تم تعارض مع شخصيات وقلت رايك كان راي جميل. حضرتك النهارده كاستاذ جامعي والاستاذ دكتور في الجامعه وبيدرس كان استاذ مساعد او معيد او مدرس او 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 استاذ بيلقي العلم على طلبه الجامعه. المفروض ان احنا واستاذنا الفاضل الكاتب العظيم النهارده احنا بننقل الصوره يعني في سياق الحديث قال ما فيش حد بيقول التاريخ صح، كل واحد بيقول من وجهه نظره. يبقى النهارده لابد ان يبقى هناك من داخل هذا القانون يتعامل مجلس اعلى لتنقيه التاريخ. حلو. من داخل انت القانون انت كده جاي مجلس على اعلى لتنقيه راينا. جميل. التاريخ جميل. النهارده احنا بنعلم بعد اذن حضرتك ايه الاليه ما جاوبتناش بعد اذن حضرتك لسه مجلس الثقافه هيحدد لك مين هم الرموز. معالي خلي بالك حضرتك انا نائب عجوز برضك خلي بالك يعني قبل انت ما تتولد شرفتنا. الشرف العظيم ليا ان انا اتعلمت منك. لا العفو العفو شرفتنا. خدت بالك حضرتك فالنهارده عندما حضرتك يجي القانون اللي قدمه السيادة النائب ليس بالقرآن. هو قدم مشروع قانون. ممكن انا كنائب استشير الكاتب العظيم والمؤرخ. على فكره عضو مجلس الشعب ثلاث مرات. وماله يا فندم على راسي من فوق طيب. واجي اسالك وتقول لي لا الماده دي عايزه تعديل كذا. اخدها وفي قلب اللجنه اقول له الماده دي تعديل كذا. اسال الاستاذ الدكتور. يا سعاده النائب النهارده انا عايز استفيد من حضرتك. ومعالي النائب عايز استفيد من حضرتك وانت راجل يعني ابتسامت اهوت والايه يعني الخلاف. النهارده يا جماعه حضرتك هتحدد لي لائحه بعد اذن حضرتك. بعد اذنك معلش حضرتك هتحدد بعد اذن سعادتك. كل القانون بيصدر ليه لائحه. حضرتك لا مش قصدي كده. حضرتك هتحدد لي لائحه بالاسماء دي؟ لا طبعا دي شغلتي انا. لا صح دي شغلتي. لا طبعا. بمعنى انا ما اقدرش احددها لك. كل شخصيه لما انا قلت لحضرتك في بدايه اللقاء ان احنا مفيش استقرار على شخصيه تاريخيه. بس اكمل النقطه دي بهدوء خالص وببساطه. تخطيتي في الحديث كده. لا ما انا عايز استفيد من حضرتك. خدت مني كل شخصيه. خلينا بس بهدوء. ده سيمينار ما هيرجع لك تاني الحوار. كل شخصيه في الحلاج مثلا والناس قالوا عليه كافر واتقتل انا عملت بحث عنه ان الراجل ده كان راجل عظيم. ابو العباس السفاح. السفاح ده سفاح يسفك الدماء وسفاح يسفح المال. يسفح الخير في نفس المصادر التاريخيه. قال ده يسفح بالمال والخير وده اول خليفه عباسي. واحد تاني قال لا ده بيسفح عشان ذبح ناس محمد علي. فاذا كل شخصيه ليها وجهتين نظر.
حضرتك بتقول انت بتدرس التاريخ واحنا بندرس التاريخ، لازم نعلم الطالب في قلب المدرج ان لابد ان هو اللي يبحث بنفسه ويقارن ما بين المصادر التاريخيه المتعدده دي كلها عشان يبدا يخرج بما يسمى الحقيقه، ومفيش حقيقه في التاريخ. النهارده ما هو طيب استاذ جمال اسعد يا جماعه، بس لو استاذ جمال هنا عشان نبقى بنحدد في حرص شديد، يعني هو مش عامل، هو عنده في حسن نيه في التعامل، لو شايف ان فيه يتم التعامل مع الشخصيات التاريخيه والوطنيه باهانات شديده يمكن انها تضيع، تعمل بلبله عند الاجيال وتضيع فكره القدوه، يعني فلان ده احقر شخصيه، فلان ده مش فاهم ايه، فلان ده. كلنا متفقين على دي اولا، يعني اولا يعني لا أنا خلاف، لا وأنا خلاف متفق مع وأنا متفق. على فكره مش اول مره، احنا حتى قبل كده كنا هنا مرة. لا احد يقبل كلمه اهانه، يعني بدايه الله ينور لا احد يقبل كلمه اهانه. انا اعتبر انا طبعا درست كابن الستينات زعامة أحمد عرابي وثورة العرابية إلى آخر ذا الكلام، وتشكل تكويني ووعيي الثقافي والسياسي على هذه الشخصية، وبقيت ناصري قوم عروبي من خلال هذا التاريخ المدرسي خلي بالك المدرسي. ولكن بعد ذلك ومن خلال قراءاتي يعني استزدت علوما بعد ذلك ومعلومات لابد أن تتناقض مع التاريخ المدرسي اللي درسته عن عرابي، وبالتالي أصبح الآن لدي أنا شخصيا رؤية مزدوجة فيها السلبيات وفيها الإيجابيات عن عرابي وعن مصطفى كامل وعن سعد زغلول وعن أحمد وعن جمال عبد الناصر الذي أنتمي فكرا وأيديولوجيا له، لأن جمال عبد الناصر أكثر زعيم مصري وجهت له إهانات لا احد يتصور، ومع هذا ظل جمال عبد الناصر وسيظل جمال عبد الناصر مش بالشتيمه والاهانه ولكن بالاعمال التي ترصد ويذكرها التاريخ لجمال عبد الناصر. كلمه اهانه، اولا اهانه مرفوضه، واحد. اثنين، الاهانه السب والقصف دي بيحددها القانون الجنائي، يبقى انا مش محتاج الى قانون اقول اهانه الشخصيات التاريخيه، لان الشخصيات التاريخيه لا تهان، حتى انا حتى لو شتمت الشخصية التاريخية الإهانة في القانون الجنائي هي التي تسبب قدرا من الإهانة في المجتمع بالنسبة للشخص الذي أهين أو سب. إنما أنا لما أقول أحمد عرابي كذا، يعني أحمد عرابي أصلا مش هيحقر لو سمحت لما أنا حتى أوجه نقدا تصور في الأحد أو البعض إنه إهانة، هل الإهانة دي هتلصق بأحمد عرابي كشخصية تاريخية يعني وتقلل من حجمه الاجتماعي في المجتمع؟ ده شخصية تاريخية خلاص. ولكن بالتالي أنا وجهة نظري السب والقذف قانون جنائي، ولكن الزملاء من نيتهم الحسنة زي ما أنت بتقول هم بيحاولوا يحافظوا على كيانات سياسية معاصرة أو حديثة أو موجودة. أنا معك في إنه الفيسبوك الآن أصبح بيمثل خطورة حقيقية على الأمن القومي المصري، مش على القيم المصرية، مش القيم، على الأمن القومي المصري، لأن كمان هب دهب بيتكلم دلوقتي ويش موجود، ده لابد أن نواجهه وما نعملش خلط، يعني لا مؤاخذة، لا أنا ما فيش خلط بين ده ونحن لا نختلف عليه وبين فكرة إن أنا أقول وجهة نظر في الشخصية التاريخية، فيبقى أي إهانة قانون يعني جنائي. انت متفق معايا الاهانه؟ ايوه. احنا مين يقول اهانه؟ اهانه انسان في انسان موضوعي سياسي محترم يهين، الاهانه دي مرفوضه شكلها. طيب سؤال واحد ولكن انا عايز برضه طب عشان اسمع بس سؤال واحد لسياده النائب بس سريعا، وانا عايز برضه عايز استفيد. انت حضرتك كراجل نائب في البرلمان ومثقف دلوقتي، وانا لو انت عايز تجيب كتاب حاجه في التاريخ وعايز تقرا عنها هتجيب ايه؟ هتجيب حضرتك هتقرا ايه؟ كتاب تاريخي، مصدر تاريخي، صح كده؟ طيب خليني اقول لحضرتك ان برضه تاريخيا، واستاذنا موجود وهيعلمنا الكلام ده دلوقتي، ان تاريخيا معظم المصادر التاريخيه فيها تجريح وفيها مشاكل. بمعنى انا مثلا متخصص في التاريخ الاسلامي، اهم مصدر عندي في تاريخ دوله اسمها الدوله البويهيه اسمه كتاب التاجي، اسمه كده، المؤلف بتاعه اسمه الصابي. استاذ وائل لما حضرتك تجيب اول فقره في الكتاب، هذا الرجل بيقول ايه؟ ان واحد دخل على الصابي وهو بيالف الكتاب بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له اباطيل الفقها واكاذيب انمقها، لان الصابي ده كان في اللحظه اللي بيكتب فيها التاريخ كان مسجون بامر من عضد الدوله البويهي، وهو ده اللي قال له اكتب تاريخ لو سمحت في تاريخ الدوله البويهيه. يبقى اذا هذا المصدر فقد موضوعيته بالنسبه لي. خليني اقول لحضرتك ان انت عشان خاطر تقول ده
عنده مشكله في هذا الرمز او ما عندوش مشكله لابد ترجع للمصادر. طب وهل كم بس كام ساعات اللي كلمه واحده اخر نقطه كلمه واحده معلش في نقطه مهمه جدا اتفضل نقطه مهمه إيه؟ عشان نكمل ما كملتش على فكره يا عشان الناس تتكلم يا جماعه بس اتفضل انا بص اتفضل سات لو اتفضل انا عاوز اقول لسعادتك على حاجه اتفضل انت حضرتك بتحكي دلوقتي واللي قال اباطيل ده حضرتك حضرت روايه اللي قال الكلمه دي على الشخص اللي كتب هو اللي كاتبه بنفسه يا فندم الشخص اللي كتب حضرت المؤلف. حضرت حضرتك حضرت كده حضرتك ما حضرتش الحوار انا ليه اكمل بقى كلامي اكمل كلامي بقى بعد اذن حضرتك حضرت يبقى نلغي علم التاريخ بقى كده بعد اذن حضرتك ادي له المجال يعني لان التاريخ لم نحضره لم نلغي علم التاريخ خلاص هو حلل اقول بقى واقتنع وارفض ثواني يا دكتور بعد اذنك انت خدت وقتك اتكلم بعد اذنك انت هتخليني قدام الناس اظهر ثواني بعد اذنك اتكلم الاول انا بتوجه بالشكر للدكتور عمر حمروش لحرصه على ارساء قاعده احنا عاوزين يا اخوانا الاخلاق تبقى موجوده احنا بنقول مش مقصود من هذا القانون اقصاء احد او احنا عاوزين نحط نقطه نقطه في مصر نقول ان البلد دي بلد محترمه وبلد جميله احنا ما نتكلم ثواني بعد اذن حضرتك يا صلاح بيه احنا بنقول مش برضو مقصود الدكتور عمر عشان محدش يحمله ما لا يطيق الدكتور عمر لا الدكتور عمر ولا النواب يقصدهم القيادات اللي موجوده في الدوله في الفتره الحاليه احنا بنقول ثواني بعد اذنك لان انتوا اتكلمتوا بهذه الطريقه احنا بنقول ان المقصود الشخصيات التاريخيه والحالي ليس تاريخي هناك قانون الجرائم الالكترونيه تم اقراره واي حد النهارده هيتجاوز الصبح هيتحبس تمام ليه لانه بيتجاوز قضيه امن قومي لان بتؤدي الى احباط الشخصيه اللي موجوده انا بشتغل عشان خاطر الدوله وعشان خاطرك وخاطر الناس وعامل اللي عليا وزياده وافاجئ لا انا عايز اقف عند فيها قضيه امن قومي بحث التاريخ قضيه امن قومي بعد اذنك واحده رمز تاريخي ثواني يا بيه بعد اذنك يا بيه اسمعوا يا جماعه وتعلقوا اكمل وبعد كده علق اتفضل اكمل وبعد كده علق اتفضل سياده النهارده الشخصيه اللي موجوده الحاليه القانون بيحميها دلوقتي بعد ما تم اقرار القانون ليه لان قانون الجرائم الالكترونيه ممكن يطول سعادتك وانا النهارده ببقى عامل اللي عليا وزياده تجاه الشعب وتفاجئ بان واحد قاعد بينتقدك لا علاقه له بالموضوع الا انه بيسيس الامور وبيدخلك في امور اخرى من لا علاقه لها بالمواضيع يبقى النهارده حبس وجوبي يعني النقد ممنوع يا بعد اذنك لا نسر الملاحظه يا فندم يا فندم احنا قلنا الاهانه احنا يا فندم في فرق بين النقد بس عشان يبقى محددين التقييم والاهانه اما نقول ان فلان سياده لو ممكن سؤال سريع بس هو انا عايز طب هو هيساله سؤال بس هو دلوقتي يبدو ان الدكتور انا بس هتكلم انت كراجل ثواني بعد اذنك هقول برضه هقول اللي عندي سؤال مهم انا اللي بتكلم يبقى حضرتك انتظرني والاخر بس لازم انا اللي انا اللي بتكلم انتظرني انت مسيطر على القعده بص حاجه يا دكتور برضه يا دكتوره في حاجه يا دكتور النهارده اللجان اللي هتفحص هذا القانون على وجه التحديد قلنا لك ثواني صلاح بيه يا صلاح بيه مين اللي حضرتك يا ثواني بعد اذنك يا فندم بعد اذنك ما هو انه يا دكتور محمد يا دكتور محمد اكمل كلامي خلي المعلومه يتم استدعاء المتخصصين قبل مناقشه اي قانون من اتجاهات مختلفه هيستمع ممكن لما يستمع يتم احباط المشروع يا دكتور محمد الدكتور هو بيتكلم كلنا استمعنا له وانت بتتكلم كلنا استمعنا له نسيب الحلقه ونمشي اتفضل حضرتك اتفضل نسيب الحلقه وتم كمل بس يا دكتور محمد اللجنه اللجان اللي هتفحص هذا القانون لجنتين لجنه الثقافه واللجنه التشريعيه تمام واللجنه التشريعيه على راسها الدكتور بهاء الدين ابو شوقي اللجنتين يا فندم قرابه 100 عضو يعني امه قلبها على الوطن يعني سعادتك ما تقلقش يعني المجلس ما تقوليش النواب عاوزين يحبسونا انا قلت في نفسي وانا قاعد قضيه الدكتور محمد ايه مع النواب قضيه الدكتور محمد ايه في دخلته مع الدكتور هو مش مع النواب بقى. ايه قصه النواب ايه قصه النواب خلينا بقى نلجا ندخل طيب هنا استاذ صلاح بس بسرعه عشان اسال دكتور جمال يا جماعه مش هبعد عن النقطه دي لو سمحت يا استاذ صلاح لو سمحت اللجنه يا فندم ما هسالك لو سمحت اتفضل مش عايز اعيد نفس الكلام لا مش عادة لحتى الان ما قلناش للمشاهد ما هو الرمز من هو الرمز وما هي الاهانه تمام احددهم ازاي هقول لحضرتك خلينا بقى ده صميم الموضوع اولا في البدايه انا النهارده يمكن استاذنا الدكتور جمال وهو نائب قديم انا لما كنت رئيس لجنه
بعمل قانون بستدعي اهل الفكر كويس. واهل العلم واهل المعرفه اسمها المشاركه المجتمعيه. بجيب حضرتك باخد رايك ممكن بتعدل لي ماده او جمال بيه اثناء اللجنه بلاقي رايه متعارض مع اللي انا مقدمه تماما وبقتنع بيه بتتعدل داخل اللجنه هذه الماده صح يا جمال بيه؟ تمام ممكن. فالنهارده احنا ممكن من داخل اللجنه نستدعي حضرتك نستدعي الكاتب والمؤرخ العظيم نستدعي حضرتك ونستدعي كل هذه الناس. النهارده هناك فرق بين الاهانه والتقييم ماشي هناك متفقين متفقين والراي هحدده بقى ازاي؟ ما هو معيار التحديد؟ هقول لحضرتك هيتحدد ازاي؟ اثناء مناقشه القانون هنستدعى اهل الفكر والعلم والثقافه اللي هم عندهم التاريخ اللي عنده مين اللي هو رمز مين اللي عطى لمصر وله تاريخ لصالح هذا الوطن. النهارده زي ما قال الدكتور الاستاذ جمال عبد الناصر محدش ينكر ابدا وطنيته لمصر واللي قدمه لمصر. انما اهين ولا لا؟ اهين ولم يحدث شيء. لا عبد الناصر ما لو القانون كان طالع اللي طلع الاخير انا كان حسني مش عاوز القانون واللي بيقول على عبد الناصر يعني دلوقتي اذا كان هناك من يرى ان عبد الناصر مثلا هو حر لابد ان يخيم عبد الناصر هو ملبسه لا ولا رد عليه مثلا رايه والراي الاخر يا جمال بيه. انا شخصيا عندي بدايرتي وهنت واستعملت القانون اللي سابتك قلت عليه ده موضوع غير تمام؟ غير الشخصيات التاريخيه وتهدد ابنك ده بالقانون الجنائي بالقتل وخطف احفادي وانسان محبوس حتى الان. اثنين ده حقك ده بالقانون الجنائي مش عاوزك كلام إهانة. لا 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 ده قانون جنائي مش موضوع ما عملتش قانون جنائي بس احنا بنخلص كده يا جماعه بقول لك استعملت القانون الجنائي وانما الرموز البيانات يا جماعه الرموز انا بقول استعملت القانون الجنائي لا انما الرموز يا استاذ الدكتور اتفضل حضرتك انا عايز اعلق وسمعني الاخ الفاضل الست النائب الدكتور عمر وموجود واللجنه على راسها راجل يعني عظيم انا استحاله ان انا اصدر هذا القانون بدون المشاركه المجتمعيه. طيب دكتور جمال هو هل انت متاكد ان انه من المستحيل تحديد من هو الرمز ومن المستحيل تحديد الاهانه من التقييم والنقد؟ من المستحيل تحديد معايير تبرز من هو رمز ومن هو غير رمز من المستحيل. مسألة صعبة جدا مسألة يعني أنا بحييك على أنك هتستضيف الخبراء والأساتذة شرف لينا يا فندم لكن أنت هتجد مشكلة جامدة جدا بين الخبراء لو استضافوا يعني تعالى يعني عارف حضرتك بعد الهوجة اللي عملها يوسف زيدان وقلنا له تعالى ناظر الأساتذة المتخصصين قلت له في واحد في جامعة المنيا قعد عمره كله يدرس في عرابي كل أبحاثه والماجستير والدكتوراه تعال اقعد معانا واتكلم وشوف هيقول لك ايه عن عرابي. في اساتذه ضيعوا عمرهم في الحروب الصليبيه وصلاح الدين الايوبي عندهم خبره من مصادر مختلفه لاتينيه وعربيه وغيرها. تعال اقعد معاهم شوف انت ازاي بتظلم وتقول انه من احقر الشخصيات، لكن عايز اقول لحضرتك حاجه، المساله صعبه انك تحدد من هو الرمز لان ومن هو غير الرمز، لان المساله نسبيه. يعني انت في المدرج وانت بتشرح ومحمد علي بني مصر الحديثه طالب صغير يقف يقول لك يا دكتور ده محمد علي مجرم قتل المماليك في مذبحه القلعه ده عمل اشهر مذبحه في التاريخ يعني. فانت هنا كاستاذ انت بتقدر تعالج المساله بانه طيب دي بتبقى حكمها ايه وفي اطار صراع سياسي يبقى كذا. لكن انت لما تيجي قدام مجموعه كلهم مختلفين في ارائهم وافكارهم وتقول انا شايف ده رمز يقول لك لا مش رمز زي ما قال استاذنا الدكتور جمال مثلا انا شايف ان سعد زغلول رمز وقام بثوره 19 يقول لك لا سعد زغلول مش رمز الشعب المصري هو اللي قام بثوره 19 وسعد استنكر على الشعب المصري قيامه بالثوره وتعالى اقول لك كمان سعد كان بيعاقر الخمر وهو اللي كتب في مذكراته كده بيقول خمر والقمار احكامك انت على الشخصيه هنا مسألة نسبية. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، المخاوف منين بقى؟ مش أنت اللي هتسجد. هو السلطة التنفيذية اللي هتسجد. هل تضمن حينما يولد القانون يعني لما يولد القانون خلاص هل تضمن لعدم تغول السلطة التنفيذية إنها تشم ريحة
انه الدكتور جمال النهارده أبدى رأيه وقال انه وهنا سقط هذا الزعيم في خطأ كبير، وهذا الخطأ أثر في تاريخ الأمة، وده حكم علمي مبني على وثائق ومبني على دراسات، وانا مش عايز ادخل مع حضرتك في ازاي احنا بنكتب. المسألة صعبة جدا، مسألة معقدة جدا طبعا. يعني حضرتك لو لما تيجي تزورني في مكتبتي، المكتبة الصغيرة والمكتبة الكبيرة، تقول ايه القصة دي؟ لان احنا بنرجع بنجمع المادة العلمية ونرجع نفككها ونرجع نركبها ونقترب من الحقيقة التاريخية، ما بنوصلش للحقيقة التاريخية. فإذا ما تغولت السلطة التنفيذية هتمسك بتلابيب الناس، أي حد يكتب تقول له لا تعالى أنت أهنت. مين أهان ومين ما أهانش؟ اللي هي مسألة الإهانة، إيه الإهانة بالظبط؟ هل لما نقول ومين الرمز يعني؟ ومين الرمز؟ يعني إذا أنا بقى يعني تحدثت عن كل وبعدين يعني القانون لسه ما صدرش، ما أنا مش عايز أجيب أسماء بس، ويوسف زيدان قال لك أنا هسيب البلد دي وهاجر، وناس بدأت تتبعه، يعني القانون ما صدرش لسه. وده يوسف قال لك أنا هروح لحتة تانية ألاقي فيها حرية أكتب. لا احنا كنا وهنا لو سالتني يعني استاذ وائل كان نفسي بقى تسالني امال انت تحلها ازاي. هو ده المحور الاخير اللي انا هبقى طب خلينا عشان ده المحور الاخير. طب يا جماعه اذا كان في اتفاق بين الجميع على ان في احيانا اللجوء الى اسلوب التجريح والاهانه والشتائم والتخوين لبعض الشخصيات التاريخيه، يعني فبدافع وطني يعني قالوا لابد أن نغلق هذا الباب. طيب هل أغلق هذا الباب بفتح أبواب الجحيم وإغلاق أبواب حرية البحث والفكر والإبداع؟ لأنه هكذا التاريخ دايما هتلاقي فيه حيوية التاريخ، هناك من يختلف مع هذه الشخصية وهناك من يتفق معها، هناك من يتفق مع خطوات قامت بها، ونفس الخطوات هتلاقي هناك من يختلف معها. نفس الخطوة اللي ممكن البعض يقول إنه هذا الزعيم يعني قام بهذه الخطوة ويتحمس لها، في حد تاني يقول لا لقد جلبت الخراب لمصر، والمناقشة الحيوية دي هي اللي ممكن تفيد المجتمع. طب ازاي اوازن بين منع التجريح والتحقير والإهانة للشخصيات التاريخية والوطنية، وازاي احقق النقد الموضوعي وحافظ عليه؟ مشاهدينا نحييكم من جديد، هنتلقى اتصالاتكم واحنا بنشوف في الجزء الاخير فيما يتعلق بمشروع قانون لمنع إهانة الرموز التاريخية والوطنية. مشروع القانون يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى الغرامة، والعقوبة يمكن أن تصل ل7 سنوات في حالة تكرار الإهانة. يعني إذا في باحث صمم على تكرار الإهانة بهذا الشكل يمكن ان العقوبة تصل الى 7 سنوات. تعالوا نشوف ايه الحل لو البعض يعني تحمس لمشروع القانون حماية لرموز وطنية من التجريح الشديد ومن التحقير ومن عدم التقييم الموضوعي. طب نعمل ايه علشان نحافظ على حرية الابداع والبحث والفكر، وفي نفس الوقت نخلي هذا النقد يكون موضوعيا وليس تجريحا، ليس تحقيرا وليس إهانة. هتلقى بعض اتصالاتكم، بس خلينا واحنا بناخد المحور ده يعني نشوف نعمل ايه بقى. استاذ دكتور محمد في الاول كده، طب اعمل ايه يعني؟ خليني بس خلاص احنا قلنا المخاوف و اعمل ايه، اسيب ده فقط لوجهات النظر المختلفة؟ هيطلع يقول لك ما هيطلع حد يقول هيشتم تاني في شخصيات تاريخيه، لان الحقيقه ده ما حصلش الا بعد ما كان فيه وجدوا ان في سلسله من الكتابات المتصله والمتواصله اللي فيها تحقير واتهامات بالخيانه صحيح لبعض الشخصيات. نعمل ايه استاذ وائل؟
انا كنت اتمنى ان الساده الافاضل النواب المحترمين والبرلمان المحترم وطبعا البرلمان على قمته الدكتور يعني قيمه قانونيه كبيره الدكتور علي عبد العال كلنا بنحترمه ونقدره ان هو كان يعمل حاجه جميله جدا اسمها مثلا مرصد او 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 مركز بحثي او اي او اي حاجه كده تكون مهمتها هي مناقشه الحاله التاريخيه. بمعنى استاذ كبير جدا زي استاذنا الدكتور جمال شقره ما يطلعليش قانون ان هو يجبر باحث ان هو يدخل السجن. ممكن باحث يدخل السجن باحث ويكون نيته طيبه جدا. لا انا كنت شايف ان البرلمان يتبنى مثلا يفتح حوار يبقى عامل مرصد مجتمعي افكار تتناقش يدير معارك فكريه. برلمان زي البرلمانات اللي كنا بنسمع عنها واساتذتنا بيدرسوها لنا في كتب التاريخ برلمانات زمان كانت بتناقش يعني مثلا قضيه علي عبد الرازق البرلمان دخل طرف فيها في وقتها الشيخ علي عبد الرازق وهكذا الاسلام وصول الحكم. اذا فانا كنت اتمنى ان البرلمان يعمل كل مجهوده بس في الاخر ما يسجنش باحث ما يسجنش كاتب. خليني اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ وائل. بعد ما المصريين الشهداء المسيحي الاقباط استشهدوا في ليبيا 22 مصري انا كتبت مقاله وقلت ابن تيميه القاتل وقلت ان الناس دي اللي هم بيقتلوا الاقباط اعتمدوا على نصوص ابن تيميه وقالوها واذاعوها على التلفزيون. لما يجي اللي قتل السادات الجهاد الفريضه الغائبه بتاع محمد عبد السلام فرج كل كتبه كل نصوصه راجع ابن تيميه وغيره. لو انا النهارده قلت على ابن تيميه قاتل هتعمل معايا ايه؟ ولا حاجه. طيب لو انا قلت ليه بقى ما دي برضه فيها دي نسبيه بقى. لا خلي بالك دي نسبيه يعني مثلا المؤسسه الدينيه الرسميه الاولى الازهر يعني لا يعتبرون ابن تيميه ويعتبرون فقط انه فتاوى ابن تيميه المتعلقه بالجهاد فيها مشكله. الازهر يعترف بذلك وبيقولوا انه لابد من مواجهتها لكن بيعتبروا انه كل ما قدمه ابن تيميه بعيدا عن الجهاد هو مقبول. حاكم تاني حاكم تاني استاذنا الدكتور جمال شقره بخبرته بوعيه بعلمه ولغته الرصينه قال ان هذا الحاكم كان خاطئا شاب زي كده لسه فقال ان الحاكم ده كان حاكم فاشل. فسياده اللواء راجل مؤدب قوي ما بيتعجبوش كلمه فاشل. فهل كلمه فاشل دي تسجني ولا تتولت دي كم شهر ولا كم اسبوع؟ انا بشوف فاشل هي وصف الفشل ليس فاذا هنا يعني هنا يعني هنا حضرتك بتشوف طبعا. هنا حضرتك بتشوف لو حضرتك فتحت دلوقتي الاتصالات واحد يقول لك ازاي فاشل دي عيب ما يصحش يبقى اذا دخلنا تحت اطار النسبيه. سياده النائب المحترم دلوقتي بيقول لي لا ابن تيميه عادي همشيه ما تنفع في حد تاني مش هيمشيها. ثواني بعد اذنك يا دكتور محمد يا دكتور ارد على سعادتك ارد على ابن تيميه بعد اذن حضرتك يعني لو عملنا كده يا جماعه مع معلش احنا لو عملنا كده مع قطز مع الظاهر بيضا مع كل يا وائل بيه احنا يا وائل بيه وانت بتشوفك العالم كله يا صلاح انا ما قلتش ابن تيميه كابن تيميه ولكن ابن تيميه في جزء معين اللي انت قلته حضرتك فبيعتبر انا بقى يعتبر ثانيه واحده ثواني بعد اهل العلم يا واسع بعد العلم لا ثواني بعيدا بعيد اهل العلم مختلفين يا واسع ثانيه واحده مختلفين ما بينهم يعني الجمعيات التاريخيه بس ثانيه منهج يا دكتور محمد عشان ارد عليك خلينا بس يا جماعه هاخد هاخد كده وهكذا ارد على السياده. طيب خلينا ناخد بس حضرتك احنا هنقول ان انت الدكتور هاخد اتصال ودكتور طارق اتفضل. دكتور طارق استاذ وائل ازاي حضرتك اهلا بيك اتفضل اتفضل. الاول طبعا انا يعني سعيد اني دخلت معاك في الحلقه وبرحب بضيوفك الكرام سواء الساده النواب او بيحيوك جميعا يا دكتور. في ثلاث حاجات في ثلاث نقط يا دكتور وائل وبعد اذنك عايز حد يرد عليهم. اتفضل. اولا في بعض الاسماء الكبيره اللي مرت في التاريخ زي بطرس غالي الكبير زي عبد الخالق ثروت والاثنين دول ليهم دور كبير في واقع الدنشواي والتاريخ لن ينساهم ان هم ظلموا المصريين. واحد حكم على 50 واحد بالاعدام والتاني عزل المفتي الديار الشيخ البكري لانه رفض يعدم ابراهيم الورداني اللي قتل المجرم. هل الناس دي لما يجي زمن معين ويقول ان دول ابطال على حسب النظام السياسي ما بيقول يتسجن اللي بيقول كده؟ وهل لما يجي نظام تاني بيدي المصريين حقوقهم وبيدافع عن كرامتهم اللي راحت مع الانجليز والناس دي تهان يبقى ان الراجل ده مش مجرم؟ يعني انا عايز اعرف ان النظام النسبي لتقييم ما هو الرمز الوطني من عدمه هيمشي ازاي؟ والمعيار هل هيبقى سلطه تقديريه لكل واحد بمزاجه ده بالنسبه له رمز فاللي يكلمه يتسجن اللي مش بالنسبه له رمز يطلع؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه الكتب التاريخيه المعتبره والمعتمده ما فيش حاجه اسمها كتاب تاريخي او وثيقه تاريخيه متفق عليها. لان معظم اللي كتبوا التاريخ في العالم كانت جنسيات اجنبيه من خارج الدول لان كان دايما اللي بيكتب التاريخ كان تحت يد وقبضه السلطان فكان بيكتب التاريخ على مزاج السلطان. يعني مثلا الملك فاروق لا يختلف احد على انه كان شخصيه تاريخيه كبيره
ومع ذلك شوهت هذه الشخصية. لما يجي بعد كده اللي هو محمد مجيد ده كان قائد الثورة وكان المفروض على رأس الثورة، جاء زمن معين ابتزلوا، ولما جه الرئيس السيسي كرمه. هل لو كنا أيام حسني مبارك أو أيام السادات أو أيام عبد الناصر كان هيبقى محمد مجيد مجرم واللي يتكلم عليه عادي، ودلوقتي أيام الرئيس السيسي لما ادى راجل حقه اللي يتكلم عليه السجن؟ أنا مش فاهم القصة ماشية إزاي. وبعدين الحوار أما أجيب اتنين من مجلس الشعب سواء النهارده ومش قصدي على الناس دول أو غيرهم أو غيرهم أو غيرهم، كل ما يطلعوا قانون أو يطرحوا حاجة وتدور عليها وتعمل لها استقراء على آراء المشاهدين تلاقي معظم الناس بنسبة 60-70% مش راضي عن اللي بيقولوه النواب. طب هم النواب بيمثلوا مين؟ ما بيمثلونا احنا، فلازم يطلعوا الحاجة اللي بتمثلنا احنا. الو طيب انت يعني انت يعني قلت وجهة نظر واستندت لمجموعة من الأدلة والأسماء اللي هي تجعل من العسير ومن الصعب ولادة مشروع قانون من بهذا الشيء. طيب أستاذ ضياء الدين من كفر الشيخ تفضل. أستاذ ضياء يا فندم، احنا ضد اي إهانة لأي وطن في مصر يا فندم، وكلنا يجب ان نعمل لصالح بلدنا يا فندم. لكن لي أسأل بعد إذنك. تفضل ايه دور غرف العمليات اللي في وزارة الداخلية القديمة يا فندم؟ وشكرا لحضرتك. غرف العمليات اللي فين؟ طب ده علاقته بالموضوع. استاذ مصطفى من القاهرة تفضل. يا مساء الخير يا استاذ وائل. اهلا بيك استاذ مصطفى تفضل. الله يخليك يا فندم، بعد سعادتك يا فندم. دلوقتي احنا لو الموضوع دوت هنفتح علينا جبهات يعني لا لها اول ولا اخر. انا رايي ان الرمز ده لرسول الله عليه الصلاه والسلام وجميع الانبياء المسيح ولسيدنا ابراهيم وكلهم. ايه الرموز؟ ايه يعني معنى الرموز؟ ما كل رمز من الرموز بيلط ولاوي سودا. لما واحد يجي يقولوا عليه يعني انه كان بيضرب وانه كان بيلعب قمار، ده انا اقتدي بيه ازاي؟ او اعتبره رمز ازاي؟ ازاي اعتبره رمز؟ ازاي؟ وبعدين دي جبهه احنا واحنا فاضيين قوي ان احنا ندور ان احنا ندافع على الرموز اساسا، ما احنا عارفين ايه تاريخهم بالظبط حقيقي، يعني ازاي يحصل؟ ازاي يحصل كده؟ وبعدين يعني المجلس الشعب فاضي قوي ان يدور دلوقتي على مين بيدور على الرموز، ده صح وده غلط وده بتاع، يشوفوا الاول القوانين اللي موجوده اللي مش عارفين يطلعوها لحد دلوقتي اللي بتقعد عندهم. ازاي يعني خلاص عندك القوانين اللي بتطلع دلوقتي اللي اساسا مش مدروسه، زي الضرائب العقاريه، زي التنميه الزراعيه، زي بتاع الاراضي اللي بتتاخد من الناس بدون وجه حق كده ويدفعوا بلاوي سودا وبيوت ما اعرفش ايه يعني. الدنيا ما فضيتش قوي. بشكرك الف شكر. نشوف هتلاقي كل واحد. طيب خلينا يعني ناخد مكالمات وناخد طيب الدكتور عمر حمروش بس عشان كمان يعلق. دكتور عمر يعني حاسس انا ببص هنا للاخ، انت بعد كل هذه المناقشات شايف ان القانون لابد ان يولد، وان انت هتستطيع او هتستطيعوا في المجلس ان انتوا تعملوا هذه التوازنات اللي الاساتذه هنا بيقولوا مستحيله، انك انت تفرق ما بين او تحدد من هو الرمز وهنقعد نحدده ازاي، وتقول الاهانه اهانه الرمز ازاي يمكن ان التقييم الموضوعي، يعني لما حد يقول ان سعد زغلول كتب في مذكراته انه كان بيلعب القمار وكان بيتعاطى الخمر، كل ده هتعتبره انت اهانه يعني. اذا حد قال ان عرابي جلب الاستعمار وجهه نظره كده هتعتبره انت انه اهانه. اذا حد قال ان محمد علي مؤسس مصر الحديثه ارتكب اكبر مذبحه في التاريخ هتعتبره انت اهانه. اعمل ايه؟ اوازن ازاي يعني؟ هو بلا شك يا استاذ وائل اللجنه المشتركه من لجنتي الشؤون الدستوريه والتشريعيه ولجنه الثقافه والاعلام والاثار ستستعين بعد ان تستمع الى اراء الزملاء اعضاء اللجنتين، ستستعين بخبراء متخصصين في الدراسات القانونيه والتاريخيه لوضع هذه الأمور في نصابها الصحيح حسب ما تتوضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أود أن أؤكد أيضا بأن هذا القانون ليس تكميم للأفواه كما يدعي البعض، وإنما يعني أنا أؤكد أن هناك مادة من مواد هذا المشروع بتعفي من العقاب الدراسات العلمية، لأننا سمعت الزميل العزيز بيقول أن من الممكن باحث يدخل السجن. لا، الباحث الدراسات العلمية معفاة من هذا العقاب، لأن الدراسات العلمية بتكون موثقة وبناء على مصادر ومراجع ودراسات موثقة، وبالتالي فمادة أساسية لإعفاء من الدراسات العلمية، إعفاء الدراسات العلمية من العقوبة في هذا القانون. برضو أود أن أؤكد وأطمئن الجميع لأن النقد البناء هو من قبيل الرقابة الشعبية وهو محصن بالقانون والدستور، ولكن مع ضرورة التفريق بين النقد والسب والقذف أو التطاول والإهانة. أيوة، حددوا ازاي المسألة هنا فيها حبس يا دكتور عمر. أنا عايز بس هنقعد نقول تاني، هنفرق ما بين الإهانة والنقد ازاي. هقول عرابي جلب الاستعمار، هقول يعني مش هتعتبر ده ايه؟ خيانة. هناك من رأى ان مصطفى كامل ايضا كان صنيعة يعني، وفي هناك من كتب ذلك يعني. هرد عليه واقول له لا، مصطفى كامل شخصية وطنية وحمل قضية الاستقلال. ارد عليه وفند ده حجة بحجة ولا احبس؟ مش الافضل حجة في مواجهة الحجة؟ ثق تماما ان هذا المشروع ستتم مناقشته مناقشة مستفيضة، وسيتم معالجة كافة جوانبه السلبية، ولن يخرج الا بعد التوافق عليه توافقا كاملا. ثانيا انا عايز اود ان اقول ان هذا المشروع ليس بدعة مصرية، بل اننا تأخرنا فيه كثيرا، سبقتنا فيه دول العالم كثيرة، دول من دول العالم تدافع عن رموز رياضية او فنية، فما بالنا ونحن نتحدث عن رموز وطنية كافحت في سبيل استقلال هذا الوطن واصبحت جزءا من تاريخه. فان لم نصدر هذا القانون فدعونا نلغي التاريخ وكتب التاريخ والدراسات التاريخية، ونقطع صلة الجيل الحالي من الاطفال والشباب بتاريخ وطنهم وامجادهم وامجاد هؤلاء الرموز. اسمح لي يا استاذ وائل يعني ان اختم مكالمتي هذه بانني ارى، وهذا هو رايي الشخصي، ان عدم تجريم اهانه الرموز التاريخيه مصادره لحق الوطن في التعبير واعتزاز الاجيال الحاضره برموزها التاريخيه. فالمجتمع المتحضر هو من يحترم رموزه الوطنيه ويقدر مواقفه. بشكرك. يعني انت بتقول مصادره لحق الوطن، هم يتحدثون عن مصادره لحريه الفكر. هسال عاوز يا جماعه، بس خلينا ناخد بس عشان الناس معانا على التليفونات. استاذ وليد من سوهاج، اتفضل. فندم اهلا بيك، اتفضل. الله يخليك يا فندم. انا بس لرى بسيط، بس هو دلوقتي برضه نرجع نقول الرموز التاريخيه مين بيحددها وانهي نظام؟ ما في نظم كتير اعتبرت شخصيات تاريخيه مهمله ما سالتش فيها، وفي نظم تانية رجعت كرمت تاني الشخصيات دي. النهارده شخصيات مكرمه في نظامنا الحالي، اتغير النظام وجات النظام جاء نظام جديد اعتبر الشخصيات دي غير مكرمه. ابقى انا النهارده لو شتمتها اتحبس، ولو اللي بعد 10 15 سنه لو ما شتمتهاش يبقى او شتمتها يبقى عادي. الحاجه الثانيه، الاستاذ عمرو الدكتور عمرو اللي اقترح الدكتور عمر حمروش، دكتور عمر حمروش اللي اقترح القانون، هدم القانون بتاعه في كلمه لما قالها وقال ان الابحاث العلميه غير خاضعه لهذا القانون. طب ما خلاص انا لما احب اشتم رمز ارجع لبحث علمي بيشتم الرمز ده واطلعه وانشره، وفي الحاله دي ابقى انا جبت رايي. يعني بدلا من ان انا اقول رايي ووجهه نظري، اقول فلان الفلاني قال على عرابي او قال على سعد زغلول او قال على جمال عبد الناصر انه دكتاتور وسفاح وريح نفسي. ويعني الحقيقه يعني انا اعتقد انه حتى ما هو يعني الدكتور جمال يعني نصيري، ولكن انت لا تطالب بحبس. وانا برضو قلت والدكتور جمال قال كده، ان ينتقد يعني اللي هيقول انه عبد الناصر كان دكتاتورا قيمه عبد الناصر ان ينقد لكي يثبت هترد عليه، ولكن مش هتقول احبسوه يعني. وده اللي انت عملته مع
الدكتور يوسف زيدان انت دعوته الى مناظره فكريه. انا عايز اؤكد على ده. يعني هو المشكله اذا سمحت لي سياده اللواء اتفضل فهمت. المشكله جت منين؟ جت من غيبه الوعي التاريخي. وبالتالي احنا عندنا في بلدنا دلوقتي بقى في كلام يلبس يعني ثوب التاريخ وهو لا يمت للتاريخ مصر. وفي يعني زي ما حضراتكم قلتم في اهانات وتجريح وشتائم وسباب نظرا لغيبه الوعي بالتاريخ. طيب لما احنا دعينا الاستاذ يوسف زيدان للمناظره هو ما رضاش يجي المناظره. انا اعتقد ان ده درس ممكن من خلاله نعالج المشكله كلها. طبعا احنا عملنا له عمليه تجريس على فكره. انه تعالى ناظرنا والجمعيه مفتوحه او كان في مركز الشرق الاوسط اتفضل والاساتذه موجودين فهو رفض يجي. طب انت لو عملت كده مع كل حد وشوف لها حل يعني شوف لها حل انه تعالى ناظر الناس. انت قلت الراي ده لا انت ملزم بقى بلاش السبع سنين والثلاث سنين وال500 الف جنيه. طب هنقول لسعادتك لان اسمح لي بس يعني انت جيبه وتعالى هنقعد مع الاستاذ وائل ونعمل مناظره. طيب ومن ناحيه تانية زي ما سياده ولا والمشاهد بيقتنع يمكن ان يقتنع بوجهه نظر هذه ويمكن ان لا يقتنع. ومن ناحيه تانية من ناحيه تانية يعني القانون فيه ثغره خطيره جدا. انت بتقول تجريم اهانه الرموز التاريخيه. طب واللي بيهين التاريخ نفسه لما يجي يقول لا احنا ما انتصرناش في حرب الاستنزاف احنا انهزمنا في حرب الاستنزاف ويجي اسرائيل يقول مصر انتصرت في حرب الاستنزاف. طب انت هتعمل ايه للباحث ده؟ ده باحث ده استاذ كتب كده وجاب ادله قال ورغم انه هنا بيتحدث عن بطولاتنا التي يجب ان نتوحد حولها. طب انت اذا عندك تجريم للرموز حضرتك وتجريم للدوله الدوله نفسها يا جمال بيه. فاسمح لي بس اقول انا اتصور انه واحد زي ما سياده الرئيس بيقول تجديد الخطاب الديني انا يعني تبقى حمله لإشاعة الثقافة التاريخية ولما بيبقى في إشاعة للثقافة التاريخية هتموت وتذبل مثل هذه الآراء. صلاح الدين أحقر شخصية في التاريخ لما يبقى الشاب قاري عن صلاح الدين من مصادر متعددة. عشان كده أنا قلت يعني تتبنى يعني فضائية من الفضائيات برنامج تاريخي كان فيه 3-4 برامج تاريخية اتشالوا مش موجودين على الخريطة وأقترح أن يبقى فيه برنامج تاريخي بعنوان كده قال التاريخ ولم أقل. وفي الحالة دي أنا بجيب المصادر قدامي وبقول دي الواقعة الخاصة بصلاح الدين الأيوبي. التاريخ بيقول فيها آدي رأي 2-3-4-5 وما نحس الرأي معين وسيب القارئ طيب. يسمع. يبقى خلينا ناخد تليفون وتليفون أستاذ دكتور عاطف عبد المقصود أستاذ التاريخ المينيا. بجامعة المنيا. دكتور عاطف اتفضل. سلمي عليه بس. السلام عليكم ورحمة الله. أحيي حضرتك وأحيي جميع السادة الحضور اللي بيحيوك جميعا يا دكتور اتفضل. الله يحفظك وطبعا بمس على أخويا وحبيبي الأستاذ الدكتور جمال شعرة. أهلا بك. طبعا مسألة التاريخ أصبحت في الفترة الأخيرة يا أستاذ وائل التاريخ حرفة من لا حرفة له. بمعنى إن كل واحد دلوقتي أصبح يفتي في التاريخ. التاريخ علم له رجاله وهم اللي يقولوا الكلمة الحق والصدق بناء على الوثائق. أنا ما أقدرش أقول إن الأستاذ وائل الإبراشي وحش أو حل إلا بالدليل. الدليل لدى المؤرخ هو الوثيقة هي التي تحدد من هو الصالح ومن هو الطالح. الفترة الأخيرة اللي يتطاولوا على الرموز. المشكلة اللي انتوا بتعانوها من هو الرمز؟ أنا دلوقتي لما أجي أعلم طالب أو أدرس طالب إن ده له دور تاريخي كبير ويأتي أحد غير المتخصص بإنه يبتدي يقول كلام آخر على هذا الشخص. طب الطالب يسمع بيه ضروري الرجوع للمتخصص. وانا اطالب النواب طالما انهم متحمسين لهذا القانون استدعوا خبراء التاريخ. انا ما اقدرش افتي واحنا مأيدينك واحنا مأيدينك ان المجلس الاعلى للثقافه يحدد منهم الرموز. طيب بناء على المؤرخين هم اللي يقولوا يا سيد الفاضل من هو الرمز؟ من هو الذي له دور في تاريخ مصر؟ لا يعني يا دكتور انت بالطالب يبقى في قائمه
لو سمحتوا يا جماعه بس عشان اناقش في قائمه بمن هم الرموز من هم الرموز. سيد الفاضل، سيد الفاضل دلوقتي معروف ان الاستاذ وائل ابراشا العاشره مساء، يبقى ده معروف ان هو المتخصص في العاشره مساء، سين متخصص في الطب، سين متخصص في الكيمياء. هل انا اقدر افتي في الطب او اخترع اي دواء؟ المتخصص حاجه والشخصيه والرموز الوطنيه التاريخيه حاجه ثانيه. الرموز الوطنيه التاريخيه دي بالظبط زي لما انا افتي في مجال انا ما اعرفوش يا استاذ وائل، عندما افتي في مجال لا اعرفه اضع نفسي في طائله القانون. يعني لو اخترعت دواء انا وانا افهم مقصود المتخصص في التاريخ الجديد، قلت في دواء يشفي من الامراض، عليك نقابه الاطباء تحاكمني. نسمع يا جماعه بس، نسمع من حقها تحاكمني. طب يعني انت موافق على مشروع القانون يا دكتور؟ يا فندم، يا فندم انا مش موافق، انا موافق على ان التجريع للشخصيه الوطنيه. انا ما اقدرش اطلع دلوقتي اجرح الفتره الاخيره، سمعنا تطاول على احمد غراب، سمعنا تطاول على مصطفى كامل، سمعنا تطاول على سعد زغلول في القعده بتاعت حضرتك دي، في ناس تطاولت على سعد زغلول. هل ينكر دور سعد زغلول؟ ما اقدرش. هنا تطاول، هنا دكتور استاذ جمال وائل بيه هو اعتبر دي واحده يا جماعه بس، هو اعتبر حتى انك استندت انت والدكتور جمال الى مذكرات سعد زغلول في انه في لعب القمار والتعاطي الخمور، اعتبر ان ده تطاول يا فندم. كده كل تاريخ مصر انتهى. اولا كل تاريخ مصر بالطريقه دي انتهى. لو فيه منهج، لو فيه منهج من دوله معينه ان هو يقضع الثوابت عند الشباب عن طريق اي حد زي ما ضيعنا صلاح الدين الايوبي، هنضيع تاريخ مصر بالكامل. لابد عند القانون ده ان يبقى له وقفه. لو هنشيل الحبس نشيله، اللجنه هتتناقش وتقول كلام كتير في هذا الموضوع، ولكن لابد ان الثوابت بتاعتنا تفضل امام الاجيال موجوده نحترمها، ولابد من احترام القدوه في مصر، لان دي مصر ولازم تفضل مصر على هذه الشكله. يا عم دقيقه، استاذ جمال اتفضل، ادونا فرصه. ما انا استاذ صلاح اسالك بعد الاستاذ جمال. كل ده واخد فرصه اتفضل. ما انا يا جماعه، ما انا يا جماعه انا عايز افهم حاجه، مش يعني مش الجميع يتحدث. اتفضل اتفضل استاذ جمال. واحد ماسك الجلسه. اولا مع تقديري للدكتور، لا احد يستطيع حتى المتخصصين ان يحدد الرمز، لان المتخصص نفسه هناك يعني تباين بين وجهه نظر متخصصه ووجهه نظر اخرى متخصصه. يعني لما نقول راي المتخصصون في احمد عرابي، في واحد له راي وبيوثقه، واحد له راي اخر وبيوثقه. الدراسه التاريخيه توثيق، مش مجرد رؤية ذاتية ووجهة نظر ومزاج. دي واحدة. الجانب الثاني ان للأسف احنا بنخلط بين التاريخ بمفهومه العلمي والأكاديمي وبين الكتب المدرسية. الكتب المدرسية لا علاقة لها بالتاريخ في إطاره العلمي على الإطلاق. الكتب المدرسية رؤية سياسية وطنية، منحاز وطنية بس منحازة لمرحلة زمنية معينة ومنحازة لنظام سياسي بعينه، وبالتالي لا نستطيع أن نتعامل مع التاريخ عشان الكتب المدرسية إن أنا أعمل لأحمد عرابي بطل وأعمل جمال عبد الناصر بطل وأعمل بعد كده أنور السادات بطل وهم بيقلوا بعض. يعني جمال عبد السادات هلك جمال عبد الناصر، إنما بعد ما جه السادات بيجي السادات بطل وجمال عبد الناصر يرجع ورا. ده كلام ملوش علاقة بالتاريخ ولا ليه علاقة بالرموز. إنما الرموز التاريخية هي ولا مع احترامي لسيادة اللواء، التاريخ المصري أكبر من أن يهان أو يسقط. لا أحد يستطيع يسقط التاريخ. يعني التاريخ المصري اللي عمره 7000 سنة عشان أنا هنا أحمد عرابي يسقط التاريخ المصري وبالتالي يسقط مصر، هذه مبالغات أرجو ألا نصل من خلالها إلى عملية كبت للرأي. يعني دلوقتي فيه إهانة الرموز التاريخية، في ازدراء الاديان. قال لي يا جماعه احنا في بلاد، اتكلم دي يقول لي انت ازدرت اديان. طيب اتكلم دي انت روح 7 سنين. طيب عشان صلاح او جات لك، مش معقوله كده، جات لك ومش البرلمان دوره ده يا سياده النواب. طيب يا جمال، يعني سياده النواب ارجوكم على فكره يا جمال، لابد ان يكون هناك حريه راي لصالح النظام ولصالح الوطن. طيب انما كل اكبت كل الناس ممنوع 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 ممنوع، ده مش خلاص بقى يا استاذ جمال عشان الناس تتكلم. اتفضل يا استاذ صلاح. هناك حريه راي
والدليل على ذلك ان احنا موجودين وكلنا لا لا سيبك من الكلام ده مع احترامي لو سمحت لي لا الكلام ده بتكلم يا استاذ جمال بس خلينا ما نبعدش عن الموضوع يا جماعه يا جماعه يا استاذ جمال طيب قول لي قول لي مش حريه طيب انت بتجبر الانسان ان هو يلتزم اقول يحيى احمد عراب يحيى سعد زغلول مش كده يا استاذ جمال لو اسنتني سيادتك دليل على ذلك ان هذا البرنامج وانا شرفت ان انا التقيت فيه اكثر من مره وفي الراي وراي الاخر وفي حريه راي و حضرتك لا هو بيتكلم بس على انه الـ الـ الشخصيه التاريخيه بيقول لك الدين الحريه في تقييمها سعاده الرئيس النهارده دي واحده يا سيدي بقى ما انت بتقول احنا بن بن طيب. بنكتم الافواه وبن لا ما انا برد على الحته دي اتفضل احنا اولا مصر انا متفق معاك لن يستطيع احد على مستوى العالم ان يغير تاريخها مصر ام التاريخ وام الحضاره الناحية التالية بعيدها تاني ان هذا القانون سيادتك كنت نائب ليس بالقرآن وهذا القانون ده هيدرس وممكن تضاف عليه اشياء نتمنى ويحذف منه اشياء ونتمنى ان يحذف كله النهارده ما فيش حاجة هتحذف كلها ان شاء الله فحضرتك النهارده لما نيجي ان شاء الله مش هيصدر يعني حضرتك ده من وجهة نظرك كفاية كبت بقى حضرتك انا مش هكتبك لا بالعكس ادي فرصة الناس وانما النهارده انا ممكن القانون يعدل كل ما هو في مكانه هو رمز انت رمز للتاريخ مش هنفض بقى الحكايه دي واحده يا استاذ صلاح ما انا عايز ارد على الموضوع احنا بنتكلم عن في هذا القانون احنا بنتكلم عن الشخصيات التاريخيه الشخصيات التاريخيه النهارده الدكتور جمال هو شخصيه تاريخيه بيه لا لا مش شخصيه تاريخيه لا 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 مش شخصيه تاريخيه دي واحده بيه لا 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 النهارده احمد مش عايز ابعد شخصيه عامه وشخصيه تاريخيه ممكن ان يكون مش يمكن يعدل القانون حاجات ثانيه طيب خليني يا استاذ صلاح العامه غير شخصيه تاريخيه يا استاذ جمال يا جماعه لو سمحتوا بس استاذ صلاح خليني بس هل انت القانون هل انت مع عقوبة الحبس شايف ان عقوبة الحبس بص يا فندم تتناسب أنا مع عقوبة كل من هو يهين اي شخصية في المجتمع ان كانت شخصية تاريخية او غير تاريخية وتهان وتهان هناك فرق بين الاهانة والنقد يا استاذ جمال ما انا ممكن اجي اقول للاستاذ طيب. جمال صفته ونعته ولكن انا النهاردة مع الحفاظ على التراث المصري والتاريخ المصري بأي اسلوب بأي طريقه زي ما قال استاذ دكتور ما هو الحفاظ عليه ممكن يكون بحيويه الاختلاف بالحوار بالفكر يعني التاريخ انا بشوفه يا دكتور استاذ صلاح انا بشوف التاريخ كائن حي بيجري قدامي طول ما انا شايف فيه حيويه خلاف انا بحمل الاستاذ وده الحقيقه يقول ان راجل مؤرخ وكاتب بحرم استاذنا الفاضل وهو استاذ تاريخ بحمله المسؤوليه استاذنا الدكتور لان دول اساتذتنا اللي هم حافظين التاريخ وباحثين بيبحثوا يبقى النهارده لابد ان انا معاك طب ما القانون تعمل فيه ماده وتشكل فيه من هو يناظر القانون وتتعمل لجان وحضرتك انا بغلط في شخصيه تاريخيه يجي الدكتور جمال يقول لي لا ده الشخصيه التاريخيه دي واحد طب انا عايز اقترح او فيها كذا طيب اتفضل دكتور جمال عايز اقترح الراي والراي الاخر عايز اقتراح اتفضل انه يستدعي الخبراء زي ما حضرتك وده اللي هيتم بيه لا مش عشان ما يناقشوش القانون يستدعيهم لغرض تاني اعداد 20 معيار لاختيار 50 معيار 50 معيار لاختيار من هي الشخصيات التاريخيه لا لا معلش ازاي بقى اذا قدرت تنجح في انك تحط ال 20 بس معيار انه من ينطبق عليه العشرين معيار ده يبقى هو رمز تاريخي في الحالة دي ممكن نشوف القانون انت شايف استحالة طبعا صعبة استاذ محمد اخد بس لفونات بسرعة استاذ محمد اتفضل يا جماعة كده والله استاذ محمد ايوه اتفضل امسى الخير يا استاذ وائل تحياتي لحضرتك ولكل ضيوفك الكرام بيحيوك جميعا اتفضل الحقيقة أنا بس هقول ثلاث جمل، الجملة الأولانية إنه في ملاحظة مبدئية على البرلمان المصري إنه بيصير من مقترحات أو مشروعات القوانين البعيدة كل البعد عن الاحتياجات الملحة للمجتمع المصري في الفترة الحالية. ودي ملاحظة مبدئية قبل ما أتكلم في الموضوع. أنا بصفتي محامي بالنقد كنت ساهمت في إعداد كتاب حول القضاء المصري وحقوق الإنسان في سنة 94. أنا عايز أسمعه يا ست الناس. هذكر مثالين حيين، المثال الأول التحقيق اللي أجراه محمد حسين نور رئيس نيابة مصر مع الدكتور طه حسين حول بحثه في الشعر الجاهلي.
رئيس النيابة خلص في التحقيق إلى أنه هو كباحث تاريخي يختلف مع منهجه اللي اتخذه، ولكنه لا يدينه لا يعاقبه، لأنه ده حرية رأي وحرية بحث. الأمر الآخر، في كتاب مشهور كان اسمه ألف ليلة وليلة، هذا الكتاب بعض الناس كانت مطالبة بمصادرته، وبالفعل أدين ناشره في الدرجة الأولى بسنة حبس. لكن في الدرجة الثانية رئيس المحكمة رأى أنه هذا الكتاب يتفق مع الأحداث التاريخية. إذا إحنا لما بنتكلم على فكرة الرموز الوطنية والتاريخية، الأصل في القاعدة القانونية وخاصة القاعدة التجريمية أن تكون منضبطة. إحنا إلى الآن وحتى فيما بعد، فيما يطرح من نقاش داخل لجان أو غيره، لم نصل إلى نص عقابي منضبط. ثم إنه حضرتك لما بنتكلم على الرموز لما نتكلم عن الرموز الوطنية والتاريخية من المستوى القانوني، هذا لا ينطبق على ما يسمى الزمن الماضي وفقط، لأن أنا ممكن أعاقب ما يسمى رمز وطني وتاريخي الآن. ثم إنه الأحكام القضائية حتى مستوى محكمة النقض، وأرجو من السادة النواب لمراجعة هذه الأحكام فيما يتعلق بنقض الشخصية العامة أو التاريخية، كانت بتتكلم على إنه حماية طبعا الشخصية على المستوى الشخصي جزء مهم في القانون، لكن الأهم هو حرية النقد المجتمعي، لأنه طلاق الأفكار هي اللي بتدفع المجتمع إلى التقدم وإلى الأمام. الأمر الآخر والنقطة الأخيرة، كنت أتصور إنه أعضاء السادة أعضاء البرلمان مع تقدير الشخص ليهم إن هم يساهموا في إخراج قانون حرية تداول المعلومات، لأنه هو والإفصاح عن الوثائق، لأنه ده جزء مهم في تحديد الرموز. أنت النهاردة لما تتكلم في حجب المعلومات عن حتى المتخصصين، المعلومات التاريخية اللي من خلالها تقدر تقول إنه هذا رمز ولا لا، وبالتالي سيظل الأمر أنت تريد أن تضبط ما لا يمكن أن يضبط. شكرا. بشكرك الأستاذ محمد الشافعي، الكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ. أستاذ محمد أهلا بيك. أستاذ وائل مساء الخير، وتحيات كل الضيوف حضرتك الكرام، بيحيوك جميعا. فضل أرجوك حضرتك ديني أقول لك 3-4 نقاط. النقطة الأولى، الإمام ابن القيم هو من هو في أئمة الفقه الإسلامي، قال إن من يتعرض لعمل عليه أن يتصدق بجزء من عرضه، جزء يعني يبقى ساحة إذا ما أولا. ثانيا، أمير الشعراء أحمد شوقي استقبل الزعيم الوطني أحمد وبقصد الشهداء صغار في الذهاب صغارهم في الذهاب فعلينا أن نحاكم شوقي بأصل رجل. ممكن تمشي بالتليفون شوية أستاذ محمد عشان الصوت بس. بقول لحضرتك أنه أمير الشعراء أحمد شوقي استقبل الزعيم الوطني أحمد عرابي بقصيدته الشهيرة صغار في الذهاب وصغار في الإياب هذا كل شأنك يا عرابي. فبهذا المنطق، منطق القانون الجديد ده، لابد أن نحاكم أحمد شوقي محاكمة كبيرة جدا، تحبس الشعر أحمد شوقي على طول يعني. ده لازم، ده مش تحبس، ده لازم يجلد يعني، لأنه خلي بال حضرتك عرابي رد عليه بقصيدة أخرى، لكن حرية الانتقاد للشخصية العامة موجودة. السادة المتحدثين والدكتور جمال شهر صديقي العزيز تحدث عن اعتراف سعد زغلول بنفسه في مذكراته بأنه كان مدمنا للقمار. سعد زغلول في حياته أحد خصومه السياسيين اتهمه بالشذوذ الجنسي، وكانت قضية مشهورة في المحاكم المصرية، وتنازل سعد زغلول في النهاية وعلى حد صالح. رابعا، وده جزء مهم جدا، احنا المصريين يعني بنقدر ونجل ونحترم والاخره تاريخنا الفرعوني، فماذا نفعل في الايات القرآنية الكريمة التي انتقد الله فيها سبحانه وتعالى الفراعنة الفرعون؟ يعني هل هذا هذه الايات يعني نعمل فيها ايه مع القانون الجديد؟ ارجو انه السادة اعضاء مجلس النواب ان ينتصروا لفكرة الحريات، فكرة حرية الانتقاد المسؤول،
وعندما انتقد يجب ان يرد علي من انتقده فقط يعني، او 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 او, أو باحث اخر يرد يعني. لكن فكره تقييد الحريات بهذا الشكل مساله صعبه جدا. بشكرك استاذ محمود عطيه منسق استاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. استاذ محمود اتفضل. محمود عطيه صباح الخير يا سؤال. صباح الخير اتفضل. والله سؤال المشروع القانون ده اتناقش من اسبوعين في قنوات خارجيه كتير، وكانوا كل اللي بيتكلموا ضد هذا واخد بال حضرتك بيدخلوا هذا الكلام انه ضد الحريات وضد مش عارف ايه وضد المعارضه وضد هذا الكلام. انا بس بسال الساده اعضاء مجلس الشعب سياده اللواء شكري صديقي العزيز وجمال بيه طبعا واخد بال حضرتك، ان الاسباب الاولى لعمل هذا المشروع او التقدم بهذا المشروع، هتلاقي حضرتك اهانه الرموز اللي احنا بنقول عليها تاريخيه. قبل كده كان في اساءه الى مقام ابو الانبياء بما انه بقى رجل صالح وشاف كابوس واخد بال حضرتك، واحد بيطلع في القنوات يقول لك الائمه الاربعه في سله المهملات واخد بال يعني. يعني الناس لما تقدم مشروع وانا لا ادافع عن مجلس الشعب، مجلس الشعب عنده اللي يدافع عنه واخد بال حضرتك، لكن لما بنتكلم على الاصول ايه اللي خلى الناس تقترح هذا الكلام من اللي شافوه في القنوات التلفزيونيه والفضائيات، ويصر المذيع ان هو يجيب الاخ اللي بيقول على عمرو بن العاص مش عارف ايه وعلى فلان ايه وعلى فلان ايه، ده كلام برضو يعني. كل اللي احنا اتعلمناه وكل اللي درسناه احنا عايزين نختزله في ان الحريات يعني هي الحريات، لازم نغلط في السلف الصالح ولازم نغلط في الناس التاريخيه، احنا ما شفناش الكلام ده قبل كده، ما كانش بيحصل. فانا بأؤيد هذا القانون وبشكرهم عليه وبالدفاع عنهم. ما حدش عاوز الاهانه يا عم محمود. انا ليا كلمه اللي عاوز اعلق بيها، بلاش يعني ندخل الامور في بعض يا استاذ محمود. اسمعوا بس. طيب استاذ محمود. نعم يا فندم. عايز ترد على الاستاذ جمال. يا استاذ محمود، يا استاذ محمود، اولا لا احد يقر بالاهانه، انما القضيه مش قضيه اهانه يعني. انا ممكن انا اي راي علمي اي وجهه نظر اخرى يمكن اعتبرها اهانه في هذا الاطار العام. وبعدين احنا الاهانه بنظمها، وانت كبير محاميين نظمها القانون الجنائي سب وقذف، انما ما يخص الشخصيه التاريخيه التي لا نستطيع ان نحدد انها رموز ولا لا، ولا نستطيع ان نتفق اتفاقا مطلقا على ان دي رمز وطني لا غبار عليه، مفيش حاجه مطلقه، ومفيش انسان مقدس، لا زعيم ولا رئيس ولا اي حد. يا جماعه خلينا نتعامل مع الواقع، وبعدين الراي والراي الاخر، يعني انت لما تيجي تقول ساعه تقول كذا، الثاني يقول كذا، ده بوثائق وده بوثائق وده بدلائل وده بدلائل، ده اسراء للفكر، وده يعني تكوين لراي عام فعلا، والثقافه والراي العام المصري تحتاج الآن طيب. إلى رأي ورأي آخر، ولا تحتاج إلى منع. تعليق أخير يا أستاذ محمود عشان أخذ تعليقات أخيرة من ضيوف، تفضل. طيب يا أستاذ جمال أنت في الاستوديو، أنت حضرتك في الاستوديو يا أستاذ جمال. بيقول إيه؟ يا أستاذ جمال، الناس أنا عايز أسأل السادة الأفاضل أعضاء مجلس الشعب، المشروع ده هم يعني تقدموا بيه ليه أصلاً؟ هم السبب الرئيسي اللي هم تقدموا بيه للكلام ده من اللي احنا بنشوفه. هل يا استاذ جمال وانت رجل محترم ورجل سياسي كبير، سيدنا ابراهيم ابو الانبياء الرؤيه اللي شافها شاف كابوس، هل يرضيك هذا الكلام؟ لا لا. هل لا يرضيك طبعا. الائمه الاربعه لا لا عاوز يتحاكم، عاوز يتحاكم اللي قال الكلام ده، وانا المحاكم اللي قال الكلام ده، ابقى كده تعديت على الحريات. هذا الكلام مرفوض يا استاذ محمود بعد اذن حضرتك، ولكن ليس بالحبس ولكن بالراي الاخر. راي اخر ايه؟ بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، النهارده لو فيه دوله من الدول الجوار او اي دوله من الدول ماشي حضرتك، الاجهزه المخابراتيه بتاعتها شغاله عليا ان انا ضيع التاريخ بتاعي وانا شغال معايا ثواني بقى، والمنهج موجود. هقول لحضرتك على حاجه، وصلاح الدين الايوبي على وجه التحديد لابد من فحص قضيه صلاح الدين الايوبي على وجه التحديد. ليه؟ لان فيه دول كتيره يلزمها انها تهين صلاح الدين الايوبي. ليه؟ لان صلاح الدين الايوبي بيدرس بره
في اسلوبه في التعامل مع الاخرين في التعامل. بس حضرتك بتتكلم في رمز واحد سواء بعد اذنك بعد اذن حضرتك لحد دلوقتي انا بكلم بعد اكمل يا دكتور محمد يا دكتور محمد سيبنا رمز واحد من بدايه الحلقه. طيب خلينا بس هو يكمل يا دكتور محمد يا دكتور محمد رمز وتاريخ صح مع صح يا دكتور محمد يا دكتور محمد ما هاخد منك تعليق انت عملته دلوقتي الا انك قطعت على المواطن ان يسمع الحوار بتاعي. بعد اذنك يا دكتور محمد صلاح الدين الايوبي على وجه التحديد لابد من فحص قضيته. إهانة صلاح الدين الايوبي وان يتقال انه هو احقر شخصيه في التاريخ لا ده مرفوض جدا مرفوض جدا لابد من فحص قضيته. ثواني بعد اذنك انا بقول لحضرتك اوروبا بتدرس شخصيه صلاح الدين الايوبي وبتقول ان صلاح الدين الايوبي من الشخصيات اللي تعامل مع الاخر بديمقراطية. طيب خليني ودين اسلامي حقيقي يا جماعه لو سمحتوا بس سلبيه واحده يا جماعه لو سمحتوا اخد بس تليفون وهرجع للاستوديو. هل يوجد سلبيه واحده لدى صلاح الدين الايوبي رغم دوره الخطير والعظيم؟ يا فندم ده نفس بشريه وارد بس عظيم عظيم هذا ما نقصده هذا ما نقصده. هو ثواني بعد اذنك يا جمال بيه يا جمال بيه انا قلت سلبيه ده انا قلت احقر شخصيه في التاريخ. لا 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 ده مرفوض لا 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 ده طبعا ده اتقال ده على فكره مش علم ده لا مش انتوا علم بعد حادثه من واحد بقول لك ايه حادثه من واحد هينفع الكلام ده يا جماعه يعني هل تقبلوا ان المشاهد يبقى مش سامع؟ لازم اخد حقه. طيب دكتوره ايمان عامر استاذ التاريخ الحديث بجامعه القاهره. دكتوره ايمان اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا استاذ وائل. اتفضلي يا فندم. كان المفروض هكون معاكم في الاستوديو النهارده بس انا جاي من طريق سفر. كان هيسعدنا جدا ان حضرتك تبقي معانا والله. اشكرك لكن واضح ان اللقاء ساخن ما شفتوش من اوله ولسه واصله حالا يعني. اتفضلي. لكن الحقيقه مش عارفه هل اتفقتوا على من هو الرمز؟ صحيح. او ما هي الاهانه؟ ما هو الحقيقه ده سؤال اجدده كثيرا من هو الرمز؟ طيب وما هي الاهانه؟ هناك اشكاليه كمان في الموضوع تاسيس التاريخ. تاسيس التاريخ يا استاذ وائل. القضيه ايه؟ تاسيس التاريخ. تاسيس بمعنى التاريخ بمعنى بعد ثوره 52 كل من ينتمي الى الاسره العلويه اصبح شخص يعني سيء وفاسد. الخديوي اسماعيل شفنا عنه كتابات ودراما انه شخصيه نسائيه وزير نساء وكذا وكذا ولم يتحدث احد حتى عن مشكله الديون كيف نشات وكيف اقترض من اجل الغاء لائحه تشغيل العمال المصريين في قناه السويس واول من اصدر قانون لالغاء السخره في عامه البلاد في تاريخ مصر من ايام الفراعنه. نحن الان نكتب عن الخديوي اسماعيل بشكل مختلف نفس اللي بنقوله محمد نجيب أهمل كثيرا والناس نسيته وأجيال لا تعرفه ثم تم تكريمه مؤخرا. فإذا في مسألة تأسيس التاريخ يجب أن نراعي كثيرا أننا من فترة لأخرى سوف نعيد فتح الملفات التاريخية مرة أخرى لأن هناك أيضا تأثير على المؤرخ أو على المناخ العام ونحن نكتب. لكن في مسألة مهمة عايز أقول لحضرتك عليها. الرموز التاريخية هم ليسوا ملائكة هم بشر وكل منهم له جانب ضعف. اللي يلعب قمار واللي له صديقة فرنسية احنا ما نطلعش الكلام ده بره ليه؟ علشان النشأ علشان الشباب اللي طالع والشباب برضو اللي بيغيبوا فكره بطمس تاريخنا او تشويهه. فاحنا محتاجين نتحدث بروية وعندما ننقد ننقد ولا نهين. يعني لما نقول فلان احقر شخصية لا ده سب وقذف على طول. لكن لما اقول فلان كان له امور سيئه وسلبيه وعمل وعمل طالما في سيتيشن او اسناد لما اقوله دي شغله المؤرخ بقى مش اي حد قاعد على اي مكان يكلم وناخد بكلامه. ساعتها المؤرخ طالما ان يسند معلومته ليس من حق احد ان يتدخل في عمله. ارجوكم الموضوع يعني اخذ مساحه كبيره قوي والحقيقه انا بسال. بشكر حضرتك يا دكتور دكتوره ايمان الف شكر. هاخد بقى تعليقات اخيره دكتور محمد اخد تعليق اخير من يعني ملخص كل هذا النقاش يعني. طيب بشكل سريع جدا هل من بدايه الحلقه لحد اللحظه دي كام ساعه بنتكلم هل في توصيف معيار واحد طلع لرمز؟ هل في معيار واحد طلع ل لا هنعجز عن تحديد. طيب ده خلاص خليني اقول لحضرتك حاجه. عندنا حتى في علم التاريخ الباحث في الفيزياء والباحث في الكيمياء والى اخره عنده 1+1=2 ده مش موجود عندنا في علم التاريخ. احنا عندنا علم التاريخ بيكتسب صفه العلم من الاختلاف في الحقائق الموجوده فيه. الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا عندنا في التاريخ الاسلامي يا استاذ وائل في فرع كبير جدا اسمه سباب المؤرخين لبعض. انا عندي مصدر تاريخي موجود وممكن حضرتك تشوفه على النت وانت قاعد دلوقتي في الاستوديو اسمه مثلا التوبيخ في علم التاريخ.
مؤرخ بيطلع بيشتم كل اللي على الساحه المؤرخين زمايله في الاردن، المقريزي حرامي ده سرق الاوحادي فلان فلان فلان. انا جايب لحضرتك النهارده، كنت متوقع ان احنا هيبقى عندنا مساحه ان احنا نقعد نقرا والى اخره. ناس عاشوا مع بعض هنا. ابن حجر الهيتمي بيقول على ابن تيميه، يعني ارجوك بس تديني دقيقه واحده، واياك ان تصغي الى ما في كتب ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، لانه اتخذ الهه هواه واضله الله على وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه، فمن يهديه من بعد الله، وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون. وده مين اللي بيتكلم؟ ابن حجر الهيتمي احد فقهاء المسلمين. بيتكلم عن مين؟ عن ابن تيميه، عن واحد الناس بتعتبره برضه احد فقهاء المسلمين. ده موجود في التراث الاسلامي عندنا. علم كانوا بيشتموا بعض. في بعد في مؤتمر انا كنت حاضر يا استاذ وائل، واحد عامل بحث فقط عن مؤرخين العصر المملوكي كانوا بيشتموا بعض ازاي. فده مهم جدا. احنا كان ممكن ايه نعمل ايه بقى؟ الزخم الفكري العظيم سياده اللواء كانوا بيشتموا بعض باقذع الشتائم، يعني بالظبط كده التعبيرات اللي هي سياده اللواء بعلمه العسكري العظيم وسياده النائب بعلمه السياسيه والى اخره واستاذي الدكتور. كان ممكن نعمل سيمينارات يرعاها البرلمان ويجيبنا ونقعد ونتناقش، بحيث ان احنا نقدر كلام حضرتك على صلاح الدين الايوبي. استاذنا الدكتور جمال لما بيجي يدرسنا بيقول لنا ايه؟ ان كلمه احقر الشخصيه دي احنا كده فقدنا. ده مش منهج علمي، دي قله ادب، مش قله ادب. بس انا اقدر اقول ايه؟ ان صلاح الدين الايوبي وقف ضد الصليبيين. صلاح الدين الايوبي كان مسيحيين مصر بيحاربوا معاه في جيشه ضد مسيحيين الغرب الاوروبي، ان هو عمل وعمل 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 وقتل السهروردي. تمام. كان بيدعم الصوفيه ولكنه شنق السهروردي. طبعا. كان بيعمل كذا ولكنه عمل كذا مع، فاذا هي ده احنا كده عشان ما تجنيش علينا كمباحثين في التاريخ. ما تجنيش علينا. استاذ صلاح تعليقك الاخير، اخد تعليق كده وتعليق كده. مع احترامي لكل الاراء، انا ليا وجهه نظر اخرى. النهارده انا بحمل اساتذتنا مؤرخين التاريخ المسؤوليه. النهارده مش حاجه كل واحد حسب مزاجه ان هو يؤرخ ويمجد في شخص والآخر يسب في شخص الآخر. النهاردة مصر مستهدفة من العالم كله، ومصر بتدفع ملايين الدولارات عشان من الخارج عشان يهدموا تاريخ مصر. النهاردة لما نيجي جمال بيه حضرتك والأستاذ والدكتور جمال، ونيجي واحد يقول على صلاح الدين الأيوبي، مرفوض تماما. مرفوض. النهارده ده دور، مش عايز نقعد نعيد تاني. بس ده دور كبير يا بيه. انا بتكلم بس تعليق اخير، اعمل ايه؟ عشان عارف فندم اعمل ايه بس؟ القانون النهارده ده فكر. انا قاعد جاتني فكره لمشروع قانون مع بعض المعاونين بتوعي، دخلت مشروع القانون مجلس. النهارده المشروع القانون لسه لم يناقش، هيتناقش، لم يعرض، طيب لم يبت فيه. انما عندما يناقش لابد من استدعاء اهل الفكر واهل القانون واهل المعرفه. تمام. طيب. استاذ جمال تعليقك الاخير على ملخص كل النقاش. اولا الاهانه مرفوضه بكل الطرق، ده موضوع ما لهش علاقه بالجانب العلمي. الجانب الاخر ان الرموز لا نستطيع ان نحدد الرموز كما اتفقنا، ولكن هناك رموز يمكن ان نعتبرها رمز انما ليس مقدس. بمعنى انا مثلا اعتبر احمد عرابي رمز، مصطفى كامل رمز، جمال عبد الناصر رمز، رغم ان رؤيه الخاصه الان ان كل منهم له وعليه، وبالتالي هذه الفكره تسري الجانب الثقافي والجانب الفكري. لا استطيع ان احجم الراي والرؤيه والفكر والثقافه بقانون يحبس. واحد. اثنين، لا حل إلا عملية ثقافية وتثقيفية وتنويرية على كل المستويات، بحيث أن يكون هناك نتعلم الرأي والرأي الآخر. بحيث أنا قلت صلاح، حتى لو صلاح الدين الأيوبي إهانة، الدكتور جمال أنا هذا الموضوع ما قالوش أنت يا قلت كده لمغزج الأدب، لا الكلام ده غلط، واحنا وجهه نظرنا ما تستدعيش تقول ان هو حقير، وتعالى ناقشنا. لم ياتي، وبالتالي الحل هنا علمي قصاد علم. على فكره بالمناسبه هذه القضايا لا تهم المواطن العادي، ولكن الاعلام جعل من هذه القضايا قضايا عامه، وبالتالي المواطن العادي بيستمع الى الراي والراي الاخر. يعني هذه حاله تنويريه وتثقيفيه يمكن ان تكون حلا لهذه الاشكاليه غير الحبس. كفايه حبس يا جماعه، وكفايه قوانين ضد الحبس. فضل. حضرتك الإهانة طبعا زي ما كل اجتمع وكل قال، الإهانة مرفوضة رفض نهائي. وأنا بقول إن الاحترام لو بالباطل، لو بالباطل أفضل بكتير
من الإهانة لو على حق. أنا بقول لسعادتك ليه؟ عشان خاطر الشباب وعشان خاطر الأجيال اللي طالعة. الدكتور جمال الشخصية العامة المحترمة اللي قاعدة قدامنا دي، لو 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 بعد عمرين طوله حد جه للحفدة بتوعه وقال ده كان سارق الأبحاث بتاعته، هل الدكتور جمال عنده القدرة في الدفاع عن نفسه؟ وإحنا دورنا الألم النفسي اللي هيصيب الحفدة بتوعه أسرته؟ حد دور على كده؟ ما حدش دور على كده أبدا. لا، إحنا بقى التاريخ يهمنا كلنا كمصريين. إحنا كشباب اتربينا على إن أحمد عرابي بطل، اتربينا على إن سعد زغلول بطل. اتأثرت أنا شخصيا دلوقتي في سن ده بالكلام اللي اتقال على سعد زغلول، زي بقول لحضرتك كده مش مخدر. إذن بعد إذنك يا جمال، يا جمال بيه بعد أكمل، يا جمال بيه، يا جمال بيه أكمل أكمل. بس انا اقول لك حاجه مثلا يعني لا. انا لم اكتشف قيمه احمد عرابي الا بعد ان رايت هذه الانتقادات. هي فده قال لي ابحث، وبدات ابحث، فقعدت ابحث كيف جلب استعمارا. انا مع حضرتك تاكد لي انه قام بثوره وطنيه من اجل المطالب العادله. هقول لسعادتك على حاجه، وائل بيه، لان ثقافتك فرضت عليك انك تبحث. في 70% ولا 80% بعيدين عن هذا البحث. دي المشكله. خدوا بقى بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، خدوا الكلمتين اللي اتقالوا عن احمد عرابي على انهم، وده المنطق وده الثابت، ان احمد عرابي خلاص شخصيه خائنه وخانت الوطن. خدوا الكلمتين اللي اتقالوا على صلاح الدين الايوبي، هذا البطل اللي انا لو اتكلمت على تطوير الخطاب الديني وجماله هتكلم على صلاح الدين الايوبي في التعامل مع الاخر. طيب زي ما بقول لسعادتك كده، النهارده 70% خدوا على ان دكتور جمال صلاح الدين الايوبي مش الدين وفي اللجنه بتاعتنا شتلوه الفكر الديني. احنا ناسين تجديد الفكر الديني. طيب عشان نتكلم مع دكتور جمال، ناسين حاجه مهمه. هو التاريخ مش رموز بس، التاريخ سياق عام لوقائع تاريخيه عبر الزمن، سواء في الماضي او في الحاضر او في المستقبل. والأهمية اللي بيفرضها علم التاريخ أو بيفرضها التاريخ علينا، إن إحنا بنرصد هذا السياق العام وبناخد منه العظات والعبر عشان نستشرف المستقبل. أنا مسلم إن في حملة شديدة لتزييف الوعي، بس أنا منزعج جدا من إنه يبقى العلاج بالحبس أو بالقانون. الأمر الخطير اللي إحنا وصلنا له حتى في الجلسة دي، ان في صعوبة لتحديد معايير من هو الرمز، انه في صعوبة لتحديد هل دي اهانة ولا مش اهانة. يعني حتى لما قال الاستاذ جمال على صلاح، على سعد زغلول، ده هو سعد زغلول اللي قال. فهل انت هتعاقب سعد زغلول على اللي قاله على نفسه، ولا هتعاقب اللي حقق مذكرات سعد زغلول وحط الجملة دي؟ مين بقى بيستخدم الجملة دي ويدي حقات معينة لاستخدامها؟ هتحاسبه ده. الامر الثاني، انت ما تقدرش تدي حكم قاطع على على رمز انه عمل خطا او ارتكب خطا. انت قاعد في مكيف وهو كان قدامه معركه ولازم ياخد قرار، هو شاف المعطيات اللي قدامه وخلته ياخد قرار بالهجوم، وربما يكون صحيحا في هذه اللحظه التاريخيه اللي هو بنسميه ايه بقى استاذ وائل. يعني انا لو حكمت عبد الناصر ما حكموش النهارده عن السياق التاريخي. طب ما ينفعش التاريخ 52 اللي هو احنا النهاردة. اللي هو احنا بنسميه الظروف الموضوعيه اللي خلقت الحدث بالشكل ده. لو حسبته وانت ما شفتش الوثائق الامريكيه وازاي ان كان في مؤامره من سنه 57 بترسم ضد جمال عبد الناصر وضد النهضه اللي عاملها اقتصاديا و انت، طب ما انت ما بتتهمه على طول بان هو ضيع مصر و67 وبتسيب جانب كبير جدا من الحقيقه التاريخيه. احنا ما بنقدرش على فكره، ودي مش مهمتنا كمان، يعني انا من الناس اللي مؤمنين بانه انا ما اقدرش اصدر حكم قاطع على رمز. انا بستقرئ الماده العلميه اللي قدامي وبصل لنتيجه. النتيجه دي ممكن تكون ترضي سيادة اللواء، ما ترضيش الأستاذ. أشكركم جميعا، وأكيد المناقشة يا جماعة تكون مفيدة. لا بس أنا آسف جدا، أنا بأؤكد على أنه إشاعة الثقافة التاريخية، الإعلام يلعب دوره، مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة لغاية وزارة التعليم العالي لغاية الإعلام يلعب دوره في إشاعة الثقافة التاريخية، عشان لما حد يجي لشاب يقول له ده أحقر يقول له لا ده أنا قاري. لا مش أحقر، لكن طول ما احنا عندنا غيبه الوعي بالتاريخ هو سهل جدا انك تقول له. طيب استاذ وائل، استاذ وائل، ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده.
يعني انا برضو بتحفظ على فكره المتخصص، يعني هل ده هذا متخصص في الدين، هل هذا متخصص في التاريخ، هل هذا لا يعني في حتى يا جماعه القارئ العادي في رؤيه عامه له لديه رؤيه ترد عليه، يعني بلاش برضو اصل الثوابت والمتخصص دي هو نوع برضو من الحجر الفكري. شكرا، اشكركم جميعا، وده اكيد يعني يمكن انه يتيح المجال لكل المشاهدين ولكل القراء انهم يقولوا طيب لما نتامل في التاريخ، ودايما التاريخ يمكن ان تاخذه من مصادر متعدده، وبالتاكيد المناقشه دي يعني دفعت الكثيرين خلال الاسابيع القليله الماضيه حينما اثيرت هذه القضايا، فبدا بعض الناس يقول لك والله لما اشوف تاريخ صلاح الدين الايوبي جيدا، ده كويس جدا ان الناس تبتدي تلتهم الكتب المختلفة والمتنوعة اللي فيها من هو ضده ومن هو معه، وده الحقيقة اللي بيثري المعرفة بشكل كبير. أعتقد أنه الناس ممكن تستفيد جدا من هذه المناقشة، لأن التاريخ به نصنع الحاضر والمستقبل، ولا يمكن أبدا أن نتجاهل تاريخنا أو نتعامل معه لا بمعيار التشويه ولا كمان ولا بفكرة تعالوا احموا التاريخ بمنع حتى الآراء المتناقضة.